يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على كل الناس اللي بتابعنا جوه وبره مصر، اهلا بيكم. ودي حلقه جديده من حلقات البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه. حلقه هيكون معانا فيها كلام كتير جدا، مش مباراه او مجرد مباراه اتلعبت وانتهت، لسه في كلام ولسه في احداث عن مباراه الاهلي والبنك الاهلي لم تنتهي، اللي اتلعبت امبارح وانتهت انتهت بالتعادل السلبي، واللي كان الحقيقه من ساعه ما انتهت يعني لغايه النهارده ولحد اللحظة دي في أحداث حواليها ساخنة جدا ولسه مستمرة في ظل حالة التعنت أيضا الغريبة من القائمين على الكرة المصرية. الحقيقة ده بيحصل مع النادي الأهلي بكل وضوح. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا، طبعا أرحب في البداية بزميلي المتألق طبعا كابتن هاني رمز. أهلا بيك يا سهام، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناة النادي. أهلا بحضراتكم، يوم جديد من أيام البيت الكبير. طبعا كنا بنتكلم دايما في البيت الكبير ويمكن من شهور مش من أيام بس على ملف التحكيم وقد ايه ان التحكيم لازم يكون يعني يدار باحترافيه شديده جدا، لان احنا عارفين ان التحكيم حلقه مهمه جدا جدا في منظومه كره القدم من خلال تطبيق اللوائح على الجميع والعقوبات تكون صارمه على الجميع. بدون شك يمكن بعد مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي اثير طبعا يعني حاجات كتيرة جدا في السوشيال ميديا ومن خلال القرارات طلعت من لجنة التحكيم تخص النادي الأهلي. أعتقد يعني حان الوقت فعلا دلوقتي، احنا دايما في البيت الكبير ودايما قناة النادي الأهلي يعني أولا بتدافع عن حقوق الكرة المصرية بشكل كبير جدا، مصلحتها هي مصلحة الكرة المصرية لكن كمان مصلحة النادي الأهلي تعلو أي مصلحة. فمن خلال طبعا حديثنا النهاردة في البيت الكبير هنتطرق ونتكلم بالتفصيل يمكن على يمكن القضية المثارة على الساحة الرياضية وخاصة بقرارات لجنة التحكيم وإزاي كمان ملف التحكيم في مصر لازم يدار بشكل احترافي. خلينا الأول أعرف حضراتكم يمكن بفقراتنا النهاردة إن شاء الله في الفقرة الأولى هيكون معنا الناقد الرياضي محمد الأوسي، هنتكلم أكيد طبعا معاه في كل ما يخص التحكيم وما يخص كمان كل ما يدار على الساحة الرياضية. الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون معنا حارس من حراس مرمى النادي الأهلي السابقين والمشرف حاليا على أكاديمية النادي الأهلي في الشيخ زايد الكابتن أمير عبد الحميد، برضه هنتكلم مع الكابتن أمير في كل ما يخص الساحة الرياضية وكمان مستقبل النادي الأهلي في حراسة المرمى والأكاديميات النادي الأهلي. ومعانا طبعا في الفقرة الأخيرة مزيج ما بين الخبرة والتاريخ، خبرة كبيرة جدا وتاريخ كبير مر بيه الكابتن فتحي نصير، هنتكلم معاه كمان على حوار موسع على طبعا اكيد مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي ومشوار النادي الاهلي في ان شاء الله بطوله الدوري واستعداده كمان لكاس العالم. واكيد هو كمان كان موجود في الفيفا وعنده درايات كتيره جدا بملف التحكيم، اكيد برضه هنفتح معاه ملف التحكيم. يا سهام الكابتن فتحي النصير قامة كبيرة جدا ان شاء الله هيكون معانا النهارده في الفقرة الأخيرة. مهم يا كابتن هاني، مهم جدا جدا. وطبعا احنا اتكلمنا امبارح مع حضراتكم على مباراة الأهلي والبنك الأهلي وما تعرض له الفريق خلال المباراة ديت من بعض الأخطاء التحكيمية اللي أكيد أثرت على نتيجة المباراة لا شك، وعرضنا عليكم كمان كلام يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ حوالين التساؤلات اللي هو وجهها لحكم المباراة ولجنة الحكام في اللجنة المكلفة واللي بتدير النهاردة الكورة في مصر، وإيه هي الأسباب اللي على أساسها أنت الهدف يعني اللي سجله أو الهدف طبعا اللي سجله كابتن أيمن أشرف، وإيه الأسباب زي ما حضراتكم شايفين أهو بنعيدها يمكن تاني علشان أنتوا تحكموا إذا كان ده هدف ولا لأ. إيه الأسباب اللي بيتم على أساسها اختيار الحكام في مباريات النادي الأهلي؟ أين الحكام الدوليين من إدارة مباريات النادي الأهلي؟ الحقيقة كمان أنه الأهلي ليه مجلس إدارة قوي وفي رجال بيقفوا خلف الفريق ومش ممكن يسكتوا على اللي بيتعرض له الفريق النهاردة من ظلم أو تجاوز أو افتراء على حقوقه. يمكن النهاردة كانوا بيوجهوا رسالة للجميع في اللجنة الثلاثية إن الأهلي مش هيسكت على ما يتعرض له وهيدافع عن حقوقه بكل قوة، وده من خلال خطاب الحقيقة يعني أنا شفته منظم جدا يا كابتن هاني، رسالة كانت قوية جدا. النهاردة الرسالة دي صدرت من إدارة النادي الأهلي، الأهلي النهاردة أرسل خطاب لاتحاد الكورة بيطالبوا فيه بأنه يتدخل وفورا لإيقاف الأخطاء التحكيمية والفجة
بين قوسين وغير المبررة، واللي النهاردة بتتسبب في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوق المشروعة في المباريات السابقة. النهاردة الأهلي بيؤكد في خطابه ده على أنه الأخطاء التحكيمية دي اللي شهدتها بعض مباريات الأهلي، مش بنتكلم على فكرة على مباراة امبارح وخلاص، في عدة مباريات الأهلي لعبها النهاردة في الدوري ما اقتصرتش على خطأ أو اتنين من حكام ساحة، ولكن كمان تطرق الأمر وامتد لحكام الفار، وأنه تم إلغاء أهداف صحيحة وتم عدم احتساب ضربات جزاء شرعية للأهلي، بالإضافة طبعا لاستبعاد الحكام الدوليين زي ما اتكلمنا امبارح، والسيد عبد الحفيظ سأل السؤال دوت من إدارة غالبية مباريات الأهلي، والحقيقة ده تصرف غير مفهوم خالص، واحنا عمالين بنسال السؤالات دي من امبارح ومفيش اي رد. يعني انا متفق معاكي في جزئيه طبعا، ان لازم يعني نتكلم بكل امانه، ان النادي الاهلي بنتكلم على اخطاء تحكيميه، ان شاء الله النادي الاهلي دايما هو المرشح الاول لبطوله الدوري، ما نتكلمش كده على اساس ان احنا ده مباراه واحنا زعلانين طبعا. لكن احنا بنتكلم على اخطاء تحكيميه، اولا النادي الاهلي بيتكلم من منطق مصلحه الكوره المصريه كلها، ما بنطلبش ان احنا الحكم يدينا يعني يدينا اكتر من حقنا، احنا بنطلب العداله على الجميع. كمان دايما يعني بنتكلم وبننتقد الحكام، ولكن دايما بنقول ان دائره الحكام يا جماعه مهمه جدا، لجنه الحكام لازم تواكب شويه الشكل الاحترافي. جاليجر ده يعني حكم انجليزي كبير جدا، لما اتعرض عليه الفيديو قال الراجل كان مذهول، قال لك طبيعي جدا ان يكون يعني هدف، مفيش أي حاجة تمنع ان احتساب هذا الهدف، وده حكم إنجليزي كبير عنده خبرات كبيرة جدا. فعشان كمان يعني احنا بنتكلم من منطق، أو النادي الأهلي بيبعت رسالة من منطق، ان دوت خطاب النادي الأهلي أساسه أنه مصلحة الكرة المصرية، يعني احنا عايزين بشكل مستمر يكون عندنا منظومة تحكيمية بشكل جيد جدا. احنا بنتكلم على الحكام علشان نواكب كمان يعني نواكب العصر بما بيقول، المسابقة تستمر بشكل أفضل. والنادي الأهلي دايما بيوضح في خطاباته أن في خطاباته دوت الأهلي يعني دايما من شعادته أن هو يعترض بشكل كبير، لكن أداء التحكيم المصري، لكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة بصراحة والمتكررة على فكرة دي، جالجر ده طبعا حكم إنجليزي عالمي وعنده خبرات كبيرة جدا، بيقول لك هدف النادي الأهلي في البنك الأهلي صحيح بنسبة 100%، وهو الراجل بيقول لك أنا مش مصدق إن الحكم قام بإلغاء هذا الهدف. عايزين نقول إن يعني الحكام الدولية، ويمكن الكلام ده قلناه في البيت الكبير قبل هو حتى ما يطلع بالتويتة ديت، إحنا قلنا لو هذا الهدف في أي دوري عالمي وخاصة الدوري الإنجليزي كان اتحسب هدف بنسبة 100%، وده جلجر النهاردة بيأكده بشكل كبير. نرجع لخطاب النادي الأهلي، إن هو بيقول إن إحنا يعني مش عايزين الأخطاء دي تتكرر، عايزين المسابقة تمشي في شكل بروفيشنال، بشكل احترافي، لكن نتائج بعض المباريات بتتأثر بشكل مباشر، زي ما اتكلمنا مباراة وادي دجلة، مباراة البنك الأهلي اللي كان فيها أخطاء يعني غير مقبولة سواء من حكم الساحة أو من حكم الفار. طبعا هو ده كل ده دفع النادي الأهلي لهذه المخاطبة العاجلة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص. كمان النادي الأهلي بيطالب مسؤول اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة كمان التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، بإيقاف الأخطاء التحكيمية، تطبيق معايير ثابتة على الجميع، ضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري. طبعا كل ده وسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة. الحقيقة الكلام ده طبيعي وهادف ومفهوش أي حاجة يعني من وجهة نظري إنها ممكن تكون يعني النادي الأهلي بيدافع عن حقوق، ده حق مشروع للنادي الأهلي، لكن كمان على مستوى المصلحة العامة النادي الأهلي بيحافظ على كيان البطولة، استمرارها بشكل جيد جدا. الحكم يا جماعة والتحكيم منظومة أساسية. كمان بيتكلم النادي الأهلي عن نقطة مهمة جدا، إن الأخطاء التحكيمية بتسبب نوع من أنواع الشغب ونوع من أنواع التعصب الجماهيري، يعني الجميع يعني إنك تلغي هدف لأيمن أشرف وتحسب نفس الهدف للاعب تاني مع فريق منافس، ده علامة استفهام كبيرة جدا. هي دي المعايير اللي بيتكلم عليها النادي الأهلي، إن لازم يا جماعة اللي يطبق على فلان بنفس نفس المقياس يطبق على الغير، ما بتتكلمش على أهلي وزمالك بس، بنتكلم على كل الفرق في الدوري، ده المقياس الحقيقي للتحكيم البروفيشنال. المنظومة التحكيمية لو أكيد حضراتكم بتتابعوا الدوري الإنجليزي، بتتابعوا الدوري الألماني، كل الدوريات الأوروبية عندها مقاييس وبتمشي على الجميع، وده يساهم خطاب النادي الأهلي
دفاعا عن حقه ده أكيد، ولكن كمان من منطلق الدفاع عن مصلحة المسابقة وعن استمرار المسابقة بدون ما نخش في متاهات كتيرة. وده اللي بيخلي طبعا انت عارفة السوشيال ميديا كمان بتكبر المواضيع بشكل أكبر، فهو ده حق من حقوق النادي الأهلي انه بيدافع عن حقه، لكن كمان للمصلحة العامة لكل الفرق بصراحة. بص يا كابتن هاني، النادي الأهلي وانت أدرى الناس طبعا لا بيحب يدخل في قصة الحكام ولا التحكيم، ما بيحبش يثير أزمات أو مشاكل، ودايما يقول لك لا يعني خلي المركب تمشي، لا مش عايزين نثير أزمات في وقت أصلا الرياضة المصرية كلها بتعاني من مشاكل. بس بعيدا عن الكلام ده، وبعيدا على فكرة كمان عن كلام سيد عبد الحفيظ امبارح واللي اتكلم عن حالة التخبط الشديد يعني المسيطر على لجنة الحكام، أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة حصلت النهاردة والله العظيم هتضربوا كف على كف، ومش هتستغربوا بس، يعني عايزاكم تسمعوا كويس الحكاية دي وتعرفوا إنه العملية فعلا في لجنة الحكام مش أقل من مقولة سمك لبن تمر هندي والله العظيم. بص يا كابتن هاني اسمع الحكاية، مش عارفة تقريتها ولا قريتها. النهاردة كان في مباراة بتتلعب، المباراة دي بين فريق بلدية المحلة، بلدية المحلة طبعا بيديرها كابتن رمضان السيد وكان معانا من يومين، وبني عبيد، فاكرين طبعا بني عبيد. المباراة دي في الدور التمهيدي الثاني من بطولة كاس مصر، وهوب قبل المباراة كده نفاجأ أو يفاجأ الفريقين إن في حكمين ساحة جايين للماتش الأول، أسميهم سامح حسين ده الحكم الأولاني من منطقة الجيزة من هنا، والتاني اسمه سيد منير، سيد منير من منطقة المنوفية. وده يقول ايه بقى؟ ده يعني انا بقول انا يعني الحكم، وبقول يعني يا عم ازاي لجنة الحكام بعتتني انا، ده سامح اللي بيقول، وفي الاخر يتصلوا بعزب حجاج، عزب حجاج ده نائب المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، يقول لهم خلصوا المواضيع وقال سامح حسين هو الحكم، ومعلش يا سيد يا منير روح انت وخلي المواصلات علينا، انا احنا عايزين هو في كده يا جماعه؟ ده بيحصل النهارده في 2021؟ ده في اي شكل، باي شكل وفي اي دوله وفي العالم؟ لا، والغريب كمان انه ده اتحاد كوره قالوا ايه ده خطا غير مقصود وتم ابلاغ الحكمين بالمباراه، وقال ايه بقى كمان المفروض سيد منير ده هيحكم مباراه البلديه وقال عبد منهور في دوري القسم الثاني وحدث خطا للاسف. لا يا سيدي اسفك معاك مفيش مشكله خالص، بس لما نقول انه في تخبط فعلا وفي عدم تنسيق ويجب اداره الامور بشكل افضل من كده، محدش يهاجم الاهلي ويقول لا اصل الاهلي بيهاجم التحكيم وخلاص وعايز يهدي جماهيره بعد التعادل والكلام الكتير جدا والفاضي قوي والفاضي وعلى المليان زي ما بيقولوا على الاهلي. بس كواليس كتيره جدا خلي بالك، وكمان ما بتطلعش على الساحه الرياضيه بشكل كبير. هنرجع تاني لعمليه التنظيم، ان اداره او تنظيم التحكيم في مصر بشكل عام فيها مساوئ كتيرة جدا، يعني فيها أنا أعرف على المستوى الشخصي حكام أصحابي كتير جدا بيعانوا من مشاكل كتير جدا، يعني حتى وأنت بتتكلمي بتقول له طب روح المواصلات علينا، يعني حتى أسلوب غير بروفيشنال، أنك تتعامل مع أعتقد الحكم يعني من أهم يعني حلقات المنظومة الرياضية في كرة القدم هو التحكيم، وبالتالي لازم أولا يكون في تنظيم كويس، لازم تحترم الحكم، لازم كمان لجنه او اداره اللي اداره التحكيم نفسها او لجنه الحكام اللي بتدير اتحاد الكوره او بتدير الكوره المصريه لازم يكون عندها كمان اهتمام بالحكم، تطوير ادائه، بنتكلم على كمان ادميته للحكام نفسهم، مش معقول ان انا بكلم حكمين يروحوا يحكموا طب لا حكم انت دوت وانت عندك ماتش تاني، يعني الاداره فيها تخبط كبير جدا جدا. ولازم نتكلم عليه لحد امتى؟ ان العمليه ان النادي الاهلي النادي الاهلي مش عايز يهدي جماهيره، يعني احنا وانتوا جماهير النادي الاهلي وكل الناس اللي بتسمعنا عارفين ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله هو بطل النسخه 43 او النجمه 43 لصالح النادي الاهلي ان شاء الله، ما عندناش شك في كده بتوفيق لاعبتنا وتوفيق ربنا، لكن الامور بنتكلم النادي الاهلي يا جماعه بيتكلم تاني للمصلحه العامه، احنا جماهير النادي الاهلي عارفه كويس قوي انها كلنا زعلانين من النتيجه، لكن في نفس الوقت احنا مقدرين جدا 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 المجهود اللي عمله اللعيبه والمجهود اللي بيعمله الجهاز الفني ومجلس الاداره، لكن مجلس الاداره هو يعني المسؤول عن حمايه النادي، واحنا هنا في
البيت الكبير مسؤولين عن حماية النادي لما بيكون في خطأ حصل لازم نتكلم عليه. خلينا نتكلم على موضوع مهم تاني يعني موضوع مهم جدا أوي. كمان محمد الشناوي والمفاجأة الكبيرة بأن طبعا يمكن القرار اللي خرج امبارح من اللجنة الثلاثية بإيقاف محمد الشناوي 4 مباريات وتغريمه 20,000 جنيه عن سوء سلوكه أو سلوكه غير رياضي مع حكم مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي الحكم محمد سلامة ميدو. طيب عايز أعرف حضراتكم على أساس إيه القرار ده طلع؟ يعني كلنا عارفين أولا نقطتين، النقطة الأولى إنك لازم الجولة بتخلص، الجولة الثامنة لازم تكون تخلص كلها علشان يطلع هذا القرار. القرار طلع ما بين 24 ساعة. طيب ده الجزء الأولاني اللي عليه علامة استفهام. الجزء الثاني ليه بتعاقب الشناوي عقوبة صعبة زي ديت؟ هتبعد طبعا يعني نجم فريقنا والحارس الأول لمنتخب مصر والنادي الأهلي 4 مباريات، هتبدأ مباراة المقاولين وبعديها مباراة بيراميدز، ثم يعني ما نرجع من كأس العالم للأندية عندنا سموحة وعندنا طلائع الجيش. عايز أقول بأنهي منطق، أنهي منطق ممكن توقف هذا الحارس؟ أولا النقطة الأولانية سرعة اتخاذ القرار بشكل أنا مش فاهمه، لأن المفروض الجولة تخلص وبعدين تطلع القرار. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية واللي عايز أقول لحضراتكم إن الحكم نفسه من خلال طبعا زملائنا هنا في الإعداد تواصلوا مع الحكم وقال إن محمد الشناوي ما أساءش ليا بأي حاجة وكان بيتناقش معايا بأسلوب راقي جدا، وإن طبيعي إن لو كان يعني هو قال كده وبالتالي التقرير ما أدانش محمد الشناوي. طيب من امتى دلوقتي انت ما بتاخدش بالتقرير؟ يعني خلاص التقرير اكيد تقرير الحكم ما ادانش الشناوي. طب القرار ده طلع بسرعه ازاي وفي نفس الوقت الحكم يعني احنا عندنا مصادر موثوق منها جدا جدا ان الحكم فعلا قال ان محمد الشناوي لما راح له اتكلم معاه بكل هدوء، اتناقش معاه اولا ككابتن فرقه وكابتن النادي الاهلي، وهو نفسه قال انه اتناقش معايا بكل ادب ولم يخرج عن النص الرياضي. دي نقطة مهمة جدا جدا. طب الأسباب إيه؟ في حين إن عندنا صور يا جماعة، صور مقارنة، إحنا دايما ما بنحبش نقارن نفسنا بحد بصراحة، إحنا دايما بنتكلم مقارنات سريعة جدا من خلال الصور حالات. الدفع أولا الدفع بالحكم بهذا المنظر ده طبعا من أحد لاعبي يعني نادي الزمالك بحسام بالحكم الدوري ده أكيد مصطفى محمد يعني ده يعني الكابتن محمود عاشور ده ناقص يزقه، يعني ناقص يزقه. اولا الشناوي لما خرج اتكلم من مسافه بعيده وبيدفعوا يعني عندنا مصطفى محمد بيزق، وده كمان طبعا كابتن شيكابالا كابتن نادي الزمالك طبعا بشكل مباشر وصريح تحدي واضح للحكم وحاطط وشه في وش. انا بجيب مقارنات يا جماعه ما تاخدوهاش اهلي وزمالك، احنا بناخد صور ودي صوره ثانيه، صوره من بيراميدز الاحتكاك وان رمضان صبحي مثلا ماسك الحكم من ايديه وناقص يشده. يعني احنا بندي امثله برضه عشان الناس يعني تفهم ان احنا ما بنتكلمش من فراغ، النادي الاهلي ما بيتكلمش من فراغ. لما الكابتن محمد الشناوي بعد المباراه توجه للحكم والحكم نفسه بيقول انه يعني اتكلم معاه بكل ادب وبكل احترام وما خرجش عن النص باي حاجه، وتاني يوم توقفوا 4 مباريات وعندنا مباريات مهمه جدا، وان الصوره مختلفه تماما عن اللي كنا بنشوفه وبيحصل عقوبات ما اعتقدش انها بتصل لهذا الحد او بتاخد وقت عقبال ما تتنفس. عايزين هو ده اللي بنتكلم عليه، ده الكلب مكيالين يعني ابناء، هو ده اللي بنتكلم عليه. يعني حضرتك بالقرارات ديت وتعاقب وتسيب ده وتورط دوت والمسابقه ممكن جدا تبوظ بسبب هذا التخبط التحكيمي يعني، وكمان انت بتقلق زي ما بنقول حاله احتقان كبيره جدا ما بين الجماهير، واللي بتخلي جماهير غضبانه والجماهير زعلانه وبترجع تقول لازم يا جماعه يبقى نبذ التعصب ولازم نتكلم بالراحه. كلام دوت انت اللي بتخرج عنه. النهارده محمد الشناوي احنا عارفين قد ايه محمد الشناوي لعيب مؤدب جدا، كان معانا في البيت الكبير ومن خلال مبارياته يمكن كان الناس بتقول محمد كمان عنده برود شويه، لكن هو فعلا ما بيخرجش عن النص بشكل كبير، ولو كان راح للحكم بيروح ككابتن فرقه بيوجه له بعض الكلام وبعض اللوم باسلوب ما خرجش عن النص بدوت بشهاده الحكم نفسه ان محمد الشناوي تكلم معايا بكل ادب وبكل احترام ولم يخرج عن السياق الطبيعي الرياضي، وبالتالي علامات استفهام كبيره كمان يا سام قوي قوي على ايقاف محمد الشناوي. عايزين نقول ان هو ده اللي بيبوظ المسابقات.
ده اللي بيبوظ المسابقات، الكلب مكيالين. لا مش العصبيه والتعصب، اتخاذ القرارات طبعاً، اتخاذ برضه القرارات، وفي المقابل اللي بيتم يعني بيتم بشكل فج جدا وعلى عينك يا تاجر بالصوت والصوره، لم يتخذ فيها اي قرار. ده موضوع مثير للجدل والاستغراب، وغريب جدا كمان سرعه اتخاذ القرار. ولجنه المسابقات بتطلع المفروض القرارات ديت بعد نهايه اي جوله. النهارده يمكن لجنة الحكام برئاسة كابتن وجيه أحمد، يعني فكرة استبعاد الحكم محمد سلامة ميدو وعمر الشناوي، أو عمرو الشناوي حكم الفيديو في مباراة امبارح من مباريات الأهلي. طبعا احنا انت بتتكلم على يعني كمان قرار صعب، انا بالنسبة لي قرار عليه علامات استفهام كتير قوي. هو انت بتوقفه، انت بتقول هو غلط طبعا، عشان يعني انت معترف انه غلط عشان كده بتوقفه، ولا بتوقفه علشان ايه؟ ما هو برضه سؤال غريب جدا. ده عمرو الشناوي طبعا ابن الكابتن احمد الشناوي طبعا هو كان حكم الفار، وبالتالي النهارده اللجنه الثلاثيه بتوقفهم. طيب بتوقفهم، هم غلطوا. طيب لو هم غلطوا وانت وقفتهم عشان غلطوا، قول والله احنا بنوقف الحكام دول عشان غلطوا في 1 2 3، فيعني برضو ايقافهم في علامه استفهام. ما اتقالش بقى ليه، وما اتقالش سم، مفيش يعني مفيش اي اسباب سهل. يعني في علامات استفهام كتيره جدا جدا من اللجنه الثلاثيه النهارده اللي بتدير اتحاد الكوره. وانا بصراحه مش فاهمه، يعني انت النهارده اتحاد كوره القرار دوت برضو تم اتخاذه بناء على ايه؟ عايزين حد يرد وياكد بقى ان احنا متخبطين ولا انتوا، ولا ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل النهارده ده؟ رد اتحاد الكوره النهارده ان استبعاد الحكمين جه بعد هجوم الاعلام ضدهم وبعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي. طيب هنا، طب هم كويسين ولا مش كويسين؟ ولما هم كويسين ايه ليه نقول مش يعني مش هيحكموا للأهلي تاني؟ مش هيحكموا تاني للأهلي. بص يا كمان يا سام، يعني في كده الجملة نفسها ان اتوقفوا علشان الإعلام، الإعلام انتقدهم، وبالتالي انت بتاخد قراراتك من خلال السوشيال ميديا. هل لجنة التحكيم او اللجنة الثلاثية بتاخد قراراتها، وقراراتها اللي يعني المفروض تكون على قدر مسؤوليه الدوري العام من خلال السوشيال ميديا؟ يعني انا لو عملت حمله على السوشيال ميديا يعني ضد الحكام هيوقف الحكام ديت؟ برضو سبب القرار اللي طالع سبب، يعني انا في وجهه نظري سبب يعني مش هقول عدم احترافي، لكن قريب جدا من الهواء، كاننا بندير مسابقه يعني اسف اللفظ، دوره رمضانيه. انت مش عاجبك كده، طب يا عم خليك انت شويه عشان انت مش عاجب الناس. الكوره ما بتقدرش كده يا جماعه خالص. الاداره ليها مبادئها وليها ثوابتها، وخاصه انك بتدير مسابقه كبيره جدا، مسابقه الدوري المصري، وبالتالي يعني حتى سهام السبب اللي طلعوا بيه سبب غريب جدا. ده اللي بيبوظ اللعبه صدقني، ده اللي بيبوظ اللعبه. وبعدين انت كده بتقضي على اللعبه، مش بتتسبب بس في اثاره الازمات، انت بالتصرفات ديت بتقضي على اللعبه من وجهه نظري، وبتفقدنا الثقه يعني، وبتفقد الحكام ثقتهم في نفسهم يعني. وكمان انت بتخلي التحكيم المصري كله النهارده في وش المدفع وفي وش النار مره تانية. والنادي الاهلي يعني كتير جدا من يمكن من الموسم اللي فات ومواسم تانية كتيره فاتت كان بياكد دايما على ثقته في التحكيم المصري، وضروره ان احنا نسنده ونوقف جنبه في الوقت اللي كان فيه منافسين كتيره جدا بيهاجموا الحكام دول. طب لما هم مش كويسين ليه بتتعاقد معاه اصلا؟ وليلة يعني لا تعطي لا دي حق حقه زي ما بيقولوا، وتعترف ان الحكم دوت اخطا، وكرد على خطاب النادي الاهلي بانه اللجنه يعني هتبذل ما في وسعها عشان تحقق في العداله ما بين المتنافسين، وتطبق مبدا بقى تكافؤ الفرص. يعني ده برضو امر يعني ده لازم يتم باسرع وقت كمان. ده حقيقي. وخلي بالنا دايما يعني لما بنطلع، ودايما للاسف عندنا في مصر بشكل عام عندنا الاعتراف بالخطا او ثقافه الاعتراف بالخطا للاسف مفقوده بصراحه نادرة. بكل امانه يعني يمكن انا عشت سنين طويله جدا في يمكن في المانيا وفي سويسرا، يعني ممكن تلاقي يعني مسؤول كبير جدا جدا بيطلع والله يا جماعه انا اخطات في 1 2 3 وبالتالي بقدم استقالتي او اعيد النظر في هذا القرار مره تانية. لكن خلينا نتكلم ان هذه الثقافه لسه
مش موجود عندنا. انت لو اتحاد كوره او لجنه ثلاثيه بتوقف الحكم علشان اخطا، والله ردا لبيان النادي الاهلي احنا فعلا وقفنا الحكم ده للخطا وهنقعد معاه او هيكون في عقاب، والخطا دوت ايه هو، لان الخطا كمان مربوط بنتيجه النادي الاهلي. طيب خلينا برضو لسه مع النادي الاهلي، والنهارده كمان الكابتن النهارده طبعا محمود الخطيب رئيس النادي وبصحبته طبعا اعضاء مجلس الاداره المدير التنفيذي للنادي الاهلي ظهروا النهارده بتفقد الخطوات كمان التنفيذيه ومعدلات العمل في المشروعات الانشائيه المنتظر ان شاء الله الانتهاء منها خلال الفتره اللي جايه، الخاصه طبعا اكيد بفرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا على متابعه اعمال التشييد في البناء ومنطقه الملاعب اللي بتضم طبعا ملاعب التنس والسله والطايره، ملاعب كمان الكره الخماسيه والملعب الرئيسي، كمان الانتهاء من تسويه الارض ووضع القواعد العاليه والخرسانيه لجميع طبعا الاستعداد للمشروعات العملاقه اللي بيقوم بها النادي الاهلي. كمان تفقد رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي اكيد الاعمال الانشائيه الخاصه كمان بالمسجد اللي ان شاء الله هيسيع اكتر من 1000 مصلي، وده طبعا بعد صب القواعد الخرسانيه الخاصه بالجامع واكاديميه كمان الكوره، بالاضافه الى اكيد البوابات النادي المختلفه اللي يعني هيتم ان شاء الله تشييدها بنفس النموذج المعماري الخاص بجميع بوابات الفروع المختلفه بالشكل طبعا اللي بيحافظ على هويه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب كمان والعديد من يعني اعضاء مجلس الاداره المدير التنفيذي للنادي كمان تفقدوا النهارده اعمال التشييد الخاصه بمشروع الجراج. احنا فاكرين مشروع الجراج السطحي كان مطلب كبير جدا جدا من الجمعيه العموميه في فرع مدينه نصر، استعرض الكابتن محمود الخطيب مع اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل والساده المهندسين المنفذين للمشروع الشرح الهندسي الخاص به للوقوف طبعا على اخر الخطوات اللي بيتم بها هذا المشروع من اجل الانتهاء كمان، وده مهم جدا انجازه في اقرب وقت، خاصة احنا عارفين المشروع يعني هينهي أزمة كبيرة جدا خاصة طبعا يعني الباركينج تجديس السيارات، احنا عارفين كمان من خلال يعني المشروع دوت انه هيسعى ل 1000 سيارة، ده كان مطلب مهم جدا لأعضاء الجمعية العمومية خاصة في فرع مدينة نصر، الناس مش عارفة تركن بشكل طبعا كبير، فإن شاء الله المشروع دوت خلاص بإذن الله في خلال يمكن شهور هي إن شاء الله كان كلام طبعا من أعضاء مجلس الإدارة على يونيو اللي جاي إن شاء الله على خير بإذن الله. نروح للأخبار برضو اللي تخص النادي الأهلي وتخص طبعا الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة طبعا الفريق بيواصل تدريباته بدون راحة بيستعد لمواجهة المقاولين العرب اللي إن شاء الله هتكون يوم الخميس اللي جاي على استاد السلام الأهلي والسلام، وده طبعا ضمن منافسات الجولة 9 في بطولة الدوري الممتاز. خلاص يعني الأهلي بيخوض النهاردة تدريبات بدنية قوية، الجهاز الفني بيجري تقسيمة قوية جدا بمشاركة حارسين علشان يجهز جميع او يتم تجهيز جميع اللعيبه لمواجهه المقاولين. بيتسو موسيماني النهارده كان يعني مع سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، كان في جلسه على هامش المران، كان في حديث على بعض الجوانب الاداريه خاصه بالمرحله اللي جايه. موسيماني كمان كان في جلسه ما بينه وما بين الجهاز المعاون له، وحرص برضه انه يتكلم مع اللعيبه قبل واثناء التدريب النهارده. كان في طبعا تعليمات بتنفيذ بعض التعليمات الخططيه او الفنيه خلال المران. اللاعيبه خاضوا طبعا اللي شاركوا في مباراه البنك الاهلي اللي اقيمت امس تدريبات استشفائيه النهارده علشان يتخلصوا من الاجهاد العضلي، وبرده يتم تجهيزهم للمرحله اللي جايه يا كابتن هاني. اكيد اكيد طبعا زي ما شايفين يعني الناس يعني مستمرين في التدريبات، واكيد خلي بالكم كمان انتوا شايفين حاله النادي الاهلي في مش حزن لكن في ان شاء الله باذن الله حزن ليه؟ يعني لا هو دايما النادي الاهلي لا اكيد بصي اللعيبه دايما لعيبه النادي الاهلي لما بتخسر نقطه اكيد بيكون في حاله من الحزن شويه، ده مهم ده مطلوب خلي بالك الحزن ده مطلوب لانه بينعكس ان شاء الله على اداء النادي الاهلي ان شاء الله في المباراه اللي جايه باذن الله امام نادي المقاولين. الاستعدادات المباراه مهم جدا جدا كمان برضو كنا بنتكلم على جونيور اجاييه يمكن امبارح، جونيور اجاييه يعني بيشارك النهارده في المران الجماعي اللي النهارده كان النهارده الصبح في استاد التيتش بعد تعفيه من الاصابه اللي تعرض ليها وابعدته يمكن عن الفريق لفتره طويله. كان احنا عارفين ان اجاييه كان بيشتكي من اصابه في الوتر الوحشي وخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي طويل جدا. اجاييه طبعا
من اللاعبين المهمين، لما بيكون في حالته بيكون ان شاء الله بيأدي دور اكتر من رائع مع الفريق، يمكن خاصه في السنوات الاخيره. موسيماني كمان كان حريص انه يعمل عقد جلسه مع جونيور اجاي، كمان بيتكلم معاه على هامش التدريبات انه قد ايه مهم جدا، وانه في فتره قريبه ان شاء الله يكون متواجد. حضور الدكتور احمد ابو عبله طبعا طبيب الفريق كمان بيطمن على جونيور اجاي، يعني كله في حاله استعداد تام ان شاء الله باذن الله اجاي يرجع بصوره جيده. محتاجين كل واحد في الفريق، وخاصه ان احنا عندنا بطولات كتير وعندنا منافسات كتير خلال الفتره اللي جايه. طيب عايزين نتكلم برضو عن كاس العالم للانديه والمباراه المرتقبه طبعا للنادي الاهلي في شهر فبراير اللي جاي في اوله، بس نروح لمحمد صلاح طبعا نجم مصر وليفربول النهارده. محمد يمكن بيتواجد في القائمه اللي طبعا كأفضل لاعب عربي في العام 2020، وكمان كان متواجد في القائمة دي ابن النادي الأهلي ونجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي محمود حسن تريزيجيه. محمد صلاح لعب 44 مباراة مع ليفربول العام اللي فات بواقع 3484 دقيقة، سجل خلالها 26 هدف، صنع 10 في كل البطولات وتوج بالدوري الإنجليزي. تريزيجيه جه في المركز السابع ضمن أفضل 10 لعيبة برضو عرب في العام اللي فات طبعا سنة 2020 بالظبط، ودي حاجة طبعا تحسب لمصر طبعا هو اسمه مصر طبعا محمد صلاح سفير فوق العادة بصراحة لمصر وللعرب بصراحة، كل يوم بيحقق أرقام أكتر من رائعة، وإن شاء الله ربنا يوفقه في مشواره اللي جاي كل محترفيننا. أكيد طبعا. بمناسبة كأس العالم للأندية، النهاردة الفيفا أصدر بيان رسمي أعلن فيه تعديل مواعيد بطولة كأس العالم للأندية اللي بيشارك فيها طبعا النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 2020. زي ما حضراتكم عارفين البطولة كان المفروض إنها هتبدأ يوم 1 فبراير، لكن طبعا البيان قال إنها هتبدأ يوم 4 فبراير، والنهائي إن شاء الله هيكون يوم 11 فبراير. بكرة إن شاء الله القرعة، بكرة قرعة كأس العالم للأندية إن شاء الله الساعة 5 بتوقيت القاهرة، والأندية طبعا المشاركة طبعا يعني بعد طبعا اعتذار أوكلاند سيتي. النادي الأهلي هو طبعا بطل أفريقيا، بايرن ميونخ طبعا هو بطل أوروبا، أوسلان هونداي الكوري، تايجرز أونل المكسيكي، والفائز طبعا بكوبا ليبرتادوس دوت ده لسه هيتحدد، لأن النهائي يوم 30 يناير، يوم 30 يناير هذا النهائي هتحدد من خلاله يمكن احنا بنتكلم على 6 فرق. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي أولا في مشواره الدوري خلال الماتشين اللي جايين، مباراة المقاولين ومباراة بيراميدز، مشواره إن شاء الله في كأس العالم للأندية، فربنا يوفق النادي الأهلي بإذن الله ويكون عند حسن الظن بيه دايما. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الناقد الكبير للأستاذ محمد القوسي معانا هنا أول فقرات البيت الكبير. أهلا بحضراتكم مرة تانية، أولى فقراتنا في البيت الكبير مع الناقد الرياضي المتميز الأستاذ محمد القوسي. أكيد هنتكلم معاه في ملف التحكيم، ونتكلم معاه طبعا في بعض الملفات الخاصة أكيد بنادينا النادي الأهلي، وأنا على المستوى الشخصي دايما بكون سعيد مع الأستاذ محمد، لأن فعلا بتكون يعني حوار ممتع وحوار مميز دايما. استاذ محمد بنرحب بيك في البيت الكبير. اهلا بيك يا كابتن هاني، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. نورنا ومشرفنا الموضوع ده انا اللي بتشرف بوجودي على شاشه الاهلي يعني. ربنا يخليك. طبعا لا حديث يعلو عن حديث طبعا قرارات اتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره بايقاف محمد الشناوي 4 مباريات وغرامه 20,000 جنيه. لما بدر منه من خروجه عن النص في مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي؟ خليني في البداية عشان نخش في القضية دي، من اللي اتخذ القرار؟ مين الجهة اللي اتخذت القرار في الاتحاد الكورة؟ طبيعي ان احنا نعرف يا اما لجنة المسابقات يا لجنة الانضباط. لجنة المسابقات غير موجودة، مفيش عندنا حاجة اسمها لجنة المسابقات، الغيت باستقاله مازن مرزوق واصبحت اداره المسابقات اللي موجوده دلوقتي اللي فيها 2 موظفين كابتن سيد بخيت والاستاذ ناصر اللي موجودين معاه، ودول موظفين منفذين للتعليمات اللي بتجي لهم من اللجنه. فاحنا كان طبيعي ان اللي تاخد القرار ده لجنه الانضباط، لجنه الانضباط ما خدتش قرار ولا طلع عنها اي حاجه. طلع القرار منين؟ من اداره المسابقات. لذلك طلع القرار وقررت اداره المسابقات. طب مين اللي قرر في اداره المسابقات؟ ومين اللي اتخذ القرار؟ هل هو الاثنين الموظفين الموجودين هم اللي اتخذوا القرار؟ اعتقد ان ده ما حصلش، يعني طبيعي جدا ان اللي يكون اتخذ القرار هو اللجنه الثلاثيه برئاسه المهندس احمد مجاهد اللي خدوا القرار، دي حاجه. الحاجه الثانيه توقيت اتخاذ القرار، من المعتاد والمتعارف عليه والعرف اللي عارفينه كلنا
وفي كل لجان المسابقات ان دايما قرارات العقوبات سواء من لجنة الانضباط او لجنة المسابقات بتصدر بعد نهاية الجولة كاملة. لكن انت ما بتجيش في نص الجولة في مباراة حصل فيها حاجة بتروح داخل واخد قرار واحد طالع. قرار خاص بمباراة، خاص بلاعب بشكل معين متخذ في المباراة. دعنا يعني خلينا حكايه يعني لازم الجوله تخلص كامله، الجوله تخلص كامله وبعد كده يجي التقارير مباراه الاهلي. طب ما في مباريات تانية النهارده، كان في ثلاث مباريات ما بيلعبوا النهارده، مولين والاسماعيلي وسيراميكا والجيش وغزل المحله والمقصه. ما دي كلها مباريات وفيها احداث وفيها قرارات وفيها عقوبات وفيها سلبيات وفيها ايجابيات. فانت هل لجنه الاستعداد بتعقد كل بعد كل مباراه؟ لا، بتعقد بعد نهايه الجوله. فهذا الكلام غير مظبوط، وده شعر ان هناك حاله من عدم التركيز داخل اللجنه او داخل اتحاد الكره بشكل عام. يعني كان الطبيعي جدا ان يصبر. ثم في حالات قبل كده مشابهه وفي لعيبه ارتكبت مخالفات، واخد بوضوح وقع وكانت وقع معروفه، وقعت امام عاشور لاعب الزمالك لما ارتكب مخالفه واتخذوا القرار بعدها ب 48 ساعه وهو لاعب في مباراه في النص وخد وسجل هدف حتى في المباراه دي، وقع معروفه يعني. فتشعر ان هناك استعجال شديد جدا في العقوبه واخذها بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه الثالثه العقوبه الاداريه، يعني احنا ما شفناش الحكم ادى عقوبه اداريه لمحمد الشناوي في الملعب. طبيعي جدا ان اي لاعب بيخطا مع الحكم حتى لو بعد ما صفر وانتهت المباراه يستطيع الحكم ان يوقع عقوبه اداريه اللي هي المتمثله في الانذار او الكارت الاحمر. يعني يقدر يدي كارت احمر بعد ما يصفر هو طالع من الملعب وماشي. حد عمل معاه حركه حصل بعد مباراه الدوري ان في احد اللاعبين في احد الفرق وهو في دور بعد المباراه ما انتهت خد كارت احمر. طبيعي، افرض هو قاعد في اوضته وحد اقتحم عليه الاوضه يقدر يديله كارت ويعاقبه ويوقع عليه عقوبه ويكتب تقرير. اللي حصل من الشناوي ده بعد المباراه مباشره، وحصل هذا التواجد بين الشناوي والحكم، الحكم لم يصدر منه اي قرار. هذا دليل على ان الشناوي لم يرتكب جرما فادحا في حق الحكم، يعني الحكم قدره في اللحظه دي ان ده امر عادي جدا بالنسبه له. لا يعني وعلى لسان الحكم كمان، ما بقول لك يعني مهما كان الحكم كمان قال يعني المصادر موثوق منها تماما، والحكم قال باللفظ محمد الشناوي تناقش معايا بشكل طبيعي وبشكل احترافي وما خرجش كمان عن النص. تمام، فاذا انت لو الشناوي غلط فيك وما اديتوش كارت احمر تبقى حضرتك غلطان. مظبوط. لو ما اديتوش كارت احمر والامور مشيت يبقى ما كانش ينفع تكتب تقرير. اذا ما فيش تقرير المفروض يتكتب لان ما فيش عقوبه اساسا يعني. يعني مفيش عقوبة إدارية وبالتالي ما اتكتبتش اكيد هذه العقوبة في التقرير لان مفيش حاجة حصلت. مخالفة واضحة جدا بالنسبة لموضوع الحكم. والحقيقة الكلام ده انا جايبه من ناس خبرات جوه لجنة المسابقات. يعني لهم خبرات سابقة كبيرة جدا في لجنة المسابقات يعني في هذا الأمر. قال لك عشان أوقع عقوبة لازم هو يكون مديله عقوبة أساسا ويجي يكتب لي تقرير باللي حصل. لكن أنت طبطبت وخرجت والدنيا تمام وظهرت الأمور بالنسبة لك إن مفيش أي حاجة وما وقعتش عقوبة. فهل طلب من الحكم كتاب التقرير في محمد الشناوي بهذا الشكل؟ يعني ده طبعا علامه استفهام كبيره الحقيقه، كبيره يعني جدا على نقطتين مهمين جدا. وانا على فكره يا كابتن يعني حتى من جوه قناه الاهلي نحن لا نقر اي سلوك خارج من اي لاعب، يعني طبيعي اي لاعب يرتكب اي سلوك أكيد. سواء محمد الشناوي اي حد يعاقب اكيد. بس انت لو محمد الشناوي ارتكب سلوك او اي لاعب سين ارتكب سلوك عاقبه بالعقوبه الاداريه بتاعتك واكون واضح وصريح معاه وقع عليه العقوبه. حضرتك ما وقعتش العقوبه اذا الامر لم يستدعي شيء بالنسبه لك والقضيه خلصت والقضيه انتهت. زي واحد مثلا يعني حصلت بينه وبين مشكله واحد واعتدى عليك وانت ما حررتش محضر بالواقعه في قسم الشرطه حتى ما كانش في اعتداء يعني. ما بقول لك مثلا يعني بقول لك على الواقع يعني طبيعي جدا انك انت تثبت الواقعه عشان يحصل عليك عقوبه طب حتى لم يحدث. بتتكلم في نقطتين، النقطه الاولى ان القرار طلع في خلال 24 ساعه وده مخالف للعرف الطبيعي انك بعد انتهاء الجولة تماما، فدي علامة استفهام محتاجين برضو نجاوب عنها او اتحاد او الكرة يجاوب عنها. الجزء المهم جدا حضرتك اتكلمت بيه ومن خلال كمان سؤالك لبعض الخبرات الطويلة في الدوري المصري الخبرات الادارية ان طالما الحكم لم يعلن عقوبة ادارية وبالتالي الطبيعي انه مش هيكتب في التقرير، وبالتالي انت عقوبتك بناء على ايه اذا كان الحكم مداش دي يا كابتن دي يعني بس يعني قلة والله هذه مخالفة واضحة وصريحة من الحكم من اللي طلع القرار من اللي طلع القرار يعني يعني طب ازاي الحكم كتب وهو ما عاقبش اصلا يعني. فدي المشكله. ما انت حددتك خلاص حتى لو كانت الشناوي تجاوز فانت غضيت الطرف واعتبرت ان ده امر عادي جدا بالنسبه لك والقصه انتهت يعني. فالطبيعي انه قيل له اكتب التقرير
والله اعلم بهذا الامر يعني. لا ما لو قال له اكتب تقرير دي بعت مشكله ثانيه. لكن احنا ما عندناش لجنه مسابقات يا كابتن. ما عندناش لجنه مسابقات. ما عندناش لجنه مسابقات. واداره المسابقات لا تقوى على اتخاذ مثل هذا القرار. انت حضرتك بتقول اتنين موظفين قاعدين بس على مكتب. لا يعني طبعا كل التقدير لان عندهم خبرات كبيره جدا. لكن ما عندهمش لكن دول عمرهم ما كانوا بياخدوا قرارات عقوبات ضد اي حد. عمرهم ما كانوا بياخدوا قرارات حقيقيه. طيب ونقطه ثانيه برضه هناقش حضرتك فيها في نفس الملف. نفتكر كنا بنقول دايما ان يعني لازم يكون في قرارات من خلال مش لازم يكون تقرير الحكم، ممكن من خلال الفيديو من خلال الرؤيه. فدلوقتي انت حتى لو انت قلت لي دلوقتي اصل ظهر في صوره التلفزيون ان محمد الشناوي بيقول الفاظ، فانت دلوقتي كمان انت بتناقض نفسك. انت القرار بيطلع على اساس ايه؟ تقرير الحكم ولا حضرتك بتاخد بس كده بالصوره ولا بتاخد بايه؟ فيعني كمان العقوبه اللي على محمد الشناوي لازم نعرف يعني بالظبط يعني نعرف بالظبط حصل ايه وبناء على ايه ماذا فعل الشناوي بالظبط. يعني طبعا برضو بعد المعلومات اللي جات لي من التقرير ان هو يعني بيقول ان هو يعني ان حاجه نوع من زقه ومسك دراعه وحاجه بهذا الشكل. يعني الحقيقه انا مش عارف هل احنا شفنا حاجه زي كده. انا ما اعرفش يعني محمد الشناوي احنا عارفين ان محمد قد ايه انسان خلوق جدا، وحتى يمكن ناس يعني اتصدمت ان محمد خرج عن شعوره شويه لانه يعني دايما هادي ودايما متزن. لكن اللي جه من الحكم انه حتى لما جه واتكلم معاه يمكن بيتكلم معاه باسلوب ما خرجش بيه عن النص. وبالتالي يعني حتى ديت يعني دي احنا ما بنناقش دي خلينا بنناقش على القوانين. خلينا نتكلم على القوانين. سيبنا مع محمد الشناوي نتفق او نختلف تمام علشان ما نبقاش بندافع عنه قتل عام. لكن في النهايه مجموعه الخطوات اللي اتخذت حتى تصل الى العقوبه كلها مجموعه من الخطوات الباطله. لا وبالتالي طبعا القرار عليه علامات استفهام كبيره طبعًا جدا طبعا يعني أكيد. على الاهلي ان يحتج ويطلب ما هو ده كمان يعني. هرجع للخطاب ويمكن خطاب النادي الاهلي للجنه الثلاثيه يعني بتقول له كفايه اخطاء تحكيميه ومن حق النادي الاهلي يدافع عن فرقته وعن ناديه وكمان على المستوى الشفافيه وعلى مستوى ان كمان المسابقه بتصير في اطار الحاجه الثانيه. يعني عايزين يعني الكل يبقى مكيال واحد يا كابتن. يعني لما الكل يبقى مكيال واحد على الكل كله هيرتاح. يعني مفيش ناس ترتكب عقوبه وتلعب ماتش وتترتكب العقوبه وتلعب ماتش وبعد كده تعاقب وواحد يعاقب بعدها بساعات. يعني ده بتحصل اكتر من مره. يعني يعني طول ما في خلل في ميزان العدل في المسابقه او في اي حاجه اعتقد ده ممكن ياثر سلبا على المسابقه ويعمل مشاكل كتيره جدا ويعمل ازمات كتيره جدا. يعني هي مش فكره ان عن طريق انك انت يعني بتوقف واحد في النادي الاهلي واحد من اهم لعيبه النادي الاهلي علشان تبين انك انت شجاع وبطل. لا فكره انك انت لازم تعمل العدل وتشتغل صح. يعني كنت انتظرت لما خلصت المباريات، كنت انتظرت لما جالك التقرير، كنت تجيب الحكم وتساله ليه ما اديتوش عقوبه اداريه وتعاقب الحكم لانه ما عملش ده او لجنه الحكام تحاسبه على هذا الامر. يعني امور كثيره جدا امور كثيره طبعا محتاجه الاجابات عنها. لكن هنسيب شويه الملف دوت ونرجع لمباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي والتعادل السلبي مع البنك الاهلي. شفت المباراه دي ازاي وبعض يعني رؤيتك لمباراه المقاولين وبيراميدز قبل كاس العالم للانديه ان شاء الله؟ يعني دي مباراه كان من المباراه اللي احنا متوقعين الاهلي ياخد يحرز فيها ثلاث نقاط، وكان سهل جدا على الاهلي يحرز فيها ثلاث نقاط. وحتى يعني شكل المباراه وسيرها لما تبص على المباراه تلاقي الاستحواذ 80 20 نسبه ما حصلتش. طبعا انا في النهايه الاستحواذ لا اعلق عليه لكن بيعبرك على الفرق الكبير جدا بين الفريقين. فريق بيلعب وبيحاول وبيوصل وفريق كل هدفه ان يفسد اللعب اللي قدامه او يمنعه من الوصول للمرمى باي طريقه دون اي محاولات اخرى. يعني لكن اعتقد ان هناك يعني الطريقه اللي بدا بيها الاهلي التشكيله اللي بدا بيها الاهلي المباراه اعتقد ان دي اثرت عليه بشكل كبير جدا. اللي هو انك انت يعني ما كانش عندك مهاجم صريح او راس حربه صريح في المباراه ورغم ان عندك ثلاث حلول وثلاث خيارات. يعني عندك بواليا، عندك شريف، عندك سلاح محطن، واخترت البديل البعيد قوي وكان الثلاثه دول مش موجودين. اخترت وليد سليمان في هذا الاتجاه ولعب يعني انا وجهه نظر يعني تم اهدار 30 دقيقه بلا مهاجم صريح للنادي الاهلي وده اثر عليه بكتير. يعني انت الميزه انك انت كنادي الاهلي كان ممكن في ال 30 دقيقه دول اللي الفرقه اصلا قدامك عامله لك مليون حساب
كان ممكن سهل جدا انك تخطف جون، والحقيقه كانت الدنيا مفتوحه بشكل كبير جدا يعني. لكن هو كل ما خد وقت وانت ما سجلتش فيه جون بيبقى عنده رغبه اكتر، حماسه بيزيد اكتر، دافعه بيزيد اكتر، بيقاتل اكتر على النقطه اللي موجوده يعني. ولما اتعمل التغيير كانت الامور بدات تتصعب، وغير كده ان في باد لك بالنسبه للاهلي وسوء حظ كبير جدا عند الفريق في المباراه بشكل كبير جدا يعني. كان ممكن كره ديانج دي بدل ما تيجي في العارضه تخش وتخلص الدنيا. لا في فرص كتير وفرص كتير جدا جت وما سجلتش، وكانت سهل جدا تسجل لو حصل فيها يعني توجيه من اللعيبه او دقه في التصويب او دقه في التسديد. لكن في النهايه دي كره القدم، وارد جدا بيحصل فيها التعادل، المكسب، الهزيمه، دي نتائج متاحه على طول يعني. ده طبعا ده لا يقلل كمان يعني، كمان في بعض الناس يمكن احنا هنا من بيت الكبير ما بيعجبناش الكلام دوت، في ناس هاجمت محمد يوسف، وده طبعا اكيد مش جماهير النادي الاهلي. محمد يوسف بيقوم بدوره. هنهاجم كابتن محمد يوسف ليه؟ ما لا انا بقول لك في بعض بعد على السوشيال ميديا بيكتبوا الكلام دوت، فاحنا كمان بنرد هنا من قناه النادي الاهلي. محمد يوسف راجل محترف، مدرب محترف، بيشوف شغله على اعلى مستوى، ولعب بالطريقه اللي قادر انه يكسب بيها نقطه من النادي الاهلي، وده مش عيب يعني. بالظبط كابتن محمد يوسف له كل التقدير، وكابتن محمد يوسف اخذ من المباراه ما اراد، بالظبط، بل اخذ منها اكثر مما اراد. طبيعي ان يخسر بفارق جون واثنين وثلاثه، كنا هيوصل معاك الى نتيجه سلبيه وهو ياخد نقطه، فده شغله وده عمله، مش مطلوب منه انه يعمل اكثر من كده الحقيقه. والراجل يعني هو عارف بيلعب مين، وفاهم النادي الاهلي، وفاهم قدرات النادي الاهلي، بل ويعرف امكانيات وقدرات كل لاعب في النادي الاهلي، ويعرف طريقه لعب كل لاعب في النادي الاهلي، بل ويعرف السلبيات اللي ممكن يلعب عليه، واخد بالك؟ فالراجل لعب وادى واجتهد، له كل التقدير وله كل الاحترام. هو محمد يوسف كان هيفوت مثلا الاهلي؟ لا انت عارف يعني. انت عارف في السوشيال ميديا كل الاحترام لكابتن محمد يوسف، وفي ناس يعني مع احترامي ذو اسماء كبيره جدا قبل المباراه بيقول لك هنشوف النهارده وهتلاقوا، وحتى بعد الشوط الاولاني يقول لك يا جماعه استنوا شويه محمد يوسف في اخر خمس يعني كلام. هو ده يعني الواحد بيتابع الناس او بيشوف الكلام ده يعني. وبيقول لا محمد يوسف ده ابن مدرسه النادي الاهلي، ده متربي جوه النادي الاهلي طبعاً. ده اكتر ناس بتعمل يمكن مباريات على مستوى عالي جدا، كابتن مختار، والكابتن لما كان كابتن محمد عامر ماسك بعض الفرق، لا محمد يوسف خالص. فدي ده كرة النادي الاهلي يعني. كل المدربين تقريبا يعني كده يعني، اي مدرب سواء بينتمي للاهلي او الزمالك او النادي طبعاً. لما بيواجه فريقه عادي جدا يعني، بيحاول يثبت وجوده كمان. بيحاول يثبت وجوده يعني، دي بتبقى تحدي بالنسبه له يعني. وفي النهايه ده دي امانه، دي امانه معلقه في عنقه، هو مش هيبيع النادي اللي موجود معاه علشان بينتمي لهذا المكان يعني. فاعتقد ان محمد يوسف او كابتن يوسف له كل التقدير وكل الاحترام، كلنا نعرف قيمه يوسف وعشقه وحبه للنادي الاهلي مهما كان، لكن في النهايه ده عمله اللي المفروض يؤديه بمنتهى الاخلاص ومنتهى الحياديه يعني. طب والنهارده وانت بتتكلم كان في ثلاث مباريات برضو اعرف راي حضرتك فيهم في النتائج. طبعا فوز المقصه على غزل المحله وطبعا فوز سيراميكا كمان النهارده 2-1 على طلاع الجيش والاسماعيلي. خليني ابدا من المحله والمقصه. الحقيقه المحله دي تقريبا ثالث مباراه بيلعبها على ارضه، للاسف ثلاث مباريات لعبها على ارضه ما خدش منهم غير بنطين، اتعادل ماتشين وخسر النهارده يعني. وده وضع يعني غير مناسب وغير لائق لفريق غزل المحله. الحقيقه هو معذور برضه لانه ما دعمش بالشكل اللائق، لكن خلي بالك النهارده انك انت بتواجه فريق المقصه اللي ما دعمش برضه زيك بالشكل اللائق، وما كانش عنده لعيبه كتير جدا يعني. انا من اكتر الفرق اللي كنا متوقعين عنها ان هي تتعثر السنه دي كانت فرقه المقصه. لكن الحقيقه فاجئنا ايهاب جلال بهذا الفريق وهذا المستوى، وبيوصل ل 11 نقطه، حاجه يعني حاجه عظيمه وحاجه محترمه بتعبر عن شخصيه المدرب يا كابتن ايهاب. طبعا دلوقتي المقصه يمكن في المركز الرابع كده. 11 نقطه يعني، انت متخيل المقصه 11 نقطه؟ المقصه وصل للنقطه 13. طيب يعني حاجه يعني، مين كان يتخيل ان المقصه يوصل لهذا المستوى؟ تقريبا ما دعمش، ما جابش لعيبه، كان فيه مشاكل على كان ايهاب جلال سايبهم، رجع تاني ورجع في وقت ضيق جدا. صحيح. فمدرب له قيمته وله شخصيته الحقيقه، وادوا بشكل كويس جدا ولعبوا بشكل كبير جدا. يمكن كان من الحاجات اللي لفتت نظري النهارده الفار يعني، الفار كان ليه حضور كبير جدا برضو النهارده في المباراه. يمكن الهدف المحلى الاول كان المساعد احتسبوا تسلل ووقفوا وجابوا الفار وركزوا ودققوا لغايه ما تاكدوا ان الهدف متسلل واحتسب. بعد كده المحله سجل هدف تاني ورجعوا برضه للفار، لكن اتلغى في النهايه يعني. فليه وجود يعني في القضيه يعني. احنا المهم الواحد يتمنى التوفيق لفرقه زي غزه المحله. صح. فرقه شعبيه، فرقه لها قيمه، فرقه لها جماهيريه، لكن في حاله غضب شديد جدا موجوده في المحله، والحقيقه الفريق عايز دعم كبير جدا ومحتاج دعم وتدخل، لان المسؤول عنه وزاره قطاع الاعمال، ففي عدم نوع من الانسجام بين النادي وبين الوزاره لغايه دلوقتي،
ربما يحل في المستقبل يعني. نروح المباراه الثانيه مثلا مباراه سيراميكا وطلاع الجيش. من المباريات برضو المهمه اللي بقت مباراة كل الدوري مهمه يا كابتن هاني. طبعا اتفرج على اداء واتفرج على كفاح واتفرج على جديه، كل فرقه بتقاتل حتى اخر لحظه، كل فرقه بتسعى للفوز، كل فرقه بتحاول تحقق نتائج طيبه. اعتقد ان فريق سيراميكا من الفرق اللي صاعده ودعمت بشكل طبعا كويس. طبعا وماشي بشكل كويس، عامله نتائج يعني كويسه بصراحه على مستوى الاداء وعلى مستوى حضرتك بدعمه بشكل كويس يعني. عندهم افراد عندهم خبرات الدوري المصري. مين اللي كسب المقص النهارده؟ احمد ياسر الريان في بلس 90، ابن النادي الاهلي اللي متربي في النادي الاهلي والمعار سيراميكا. لا بقول لك احمد ياسر، احمد ياسر طبعا يعني. طبعا اكيد عنده الرغبه في التربيه والاحراز الاهداف يعني، فسجل هدف وقت قاتل يعني بالنسبه لهم. وبرده الماتش اللي فات كان جاب جول مهم جدا رغم انه لعب وقت قصير جدا حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، فمن الخامات المميزه المبشره ان شاء الله. اعتقد انه خد فرصه كويسه للنادي الاهلي علشان تكون عنده فرصه كبيره يلعب، لان لو قعد في ظل الاضافات اللي حصلت اعتقد كانت هتبقى فرصته قليله في اللعب، خصوصا بعد ما الاهلي تعاقد مع بواليا ومحمد شريف، فكان هيبقى فيه مشكله في ان هو يروح هناك ويلعب ويظهر بالشكل ده. اعتقد ان حاجه كويسه وحاجه مهمه مكسب جدا. مكسب يعني لاحمد ياسر ريان ومكسب للنادي الاهلي. المكسب لاحمد ياسر ريان طبعا وجوده في الملعب واشتراكه بشكل كبير، عنده ثقه في نفسه كبيره، كمان مش هيبعد كتير عن المنتخب الاولمبي اللي هو كابتن شوقي غريب بيشترط ان اللاعب اللي هيكون موجود لازم بيشارك، يكون بيشارك فده في مهم في كمان جدا يعني. من الشوط اللي وضعها كابتن غريب ان اللاعب يكون بيشارك فده مهم جدا ليه وللنادي الاهلي وللمنتخب الاولمبي يعني، اتمنى له التوفيق. لكن علامه استفهام السنه دي فريق طلائع الجيش الحقيقه. صحيح. احنا متعودين فريق طلائع الجيش دايما من الفرق الوسط في الدوري يعني، الفرق اللي هي لا تلاقيها تحت قوي ولا بتوصل للمربع الذهبي مثلا، لكن في النهايه ما بتبقاش في الوضع الصعب اللي هي فيه لغايه دلوقتي. 4 نقاط لغايه دلوقتي طلائع الجيش يعني، هو يعني مباريات المركز الاخير يعني. التغيير اللي حصل في المدرب كان عبد الحميد بسيوني، كابتن بسيوني مشي وجا كابتن طارق العشري، كابتن طارق العشري مشي جه كابتن عبد الحميد بسيوني تاني، بيحاول يعني يرمم في الفريق ويعالج ويصحح الاخطاء. واعتقد ان الجيش من الفرق الكويسه اللي هتقدر يعني تتجاوز الكبوه اللي هي موجوده فيها. نروح بقى للمشكله الاكبر، مشكله الاصل، احنا بنفقد ضلع كبير جدا من اضلاع الكره المصريه الحقيقه. واحد حزين الحقيقه على النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي قيمه كبيره جدا في الكره المصريه، كان دايما بيبقى الضلع المثلث مع الاهلي والزمالك. كنا نتمناه يعني ضلع المربع دلوقتي، يبقى عندنا 4 فرق بعد دخول بيراميدز بقوه يبقى معاهم الاسماعيلي كمان، تبقى الدنيا كويسه. لكن الاسماعيلي بيتراجع بشكل غريب، وده نتيجه من وجهه نظري انا نتيجه الاداره اللي بتغير المدربين يعني كما يغيرون ملابسهم يعني، كل اسبوع بمدرب، كل مباراه بمدرب، كل مدرب يخسر يمشي، فانت ما عندكش رؤيه واضحه يعني، انت ما بتعرفش انت بتجيب المدرب على اي اساس، ولا جايبه ليه، ولا جايبه يعمل ايه، ولا بتحاسبه ازاي. فده دليل على الاداره متخبطه وهي اللي وصلت النادي الى هذا المستوى يعني. الاسماعيلي في موقف لا يحسد يعني، موقف يعني صعب جدا جدا جدا، نتمنى ان يتجاوزه النهارده. وكان بيواجه فريق كمان ايه، كمان في مأزق، فريق المقاولين العرب. المقاولين يا بقول لك كان النهارده الفوز لاحد الفريقين كان ممكن تبقى خطوه بالنسبه له لتصحيح المسار يعني، خطوه مهمه لاي منهم يعني. ويعني المقاولين النهارده لو كان خسر كان يعني بقى موقفه صعب جدا بعد النتائج السلبيه الكبيره اللي عملها في الفتره اللي عدت نتيجه وجود ازمات، عنده اصابات كورونا، عنده لعيبه غايبه، عنده حاجات كتير جدا اثرت عليه، طالع من الكونفدراليه. فاعتقد ان كان لازم يكسب النهارده، لكن الاسماعيلي برده كان المفروض يكسب. لكن في النهايه حصل والمقاولين كسب، وترك الاسماعيلي يغرق في ازماته في مشاكله وفي حاله من الغضب الشديد جدا بين جماهير الاسماعيلي. اتمنى الامور تعالج بهدوء، لان الاسماعيلي من الفرق الكبيره، الفرق بتقدم كره حلوه، كره جميله. لكن تشعر يا كابتن هاني الاسماعيلي فقد كورته، فقد شخصيته طبعا كده يعني هو طبعا مفيش اولا ثقه دلوقتي اللعيبه ما بين بعضها، مفيش ثقه. الجزء المهم حضرتك اتكلمت عليه، جزء الاداره ده مهم جدا، تغيير المدربين والاداره ملهاش فيجن معين، انت عايز ايه بالظبط السنه دي، انت لازم وكل المدربين اللي بيروحوا كابتن طلعت يوسف قعد يوم يعني، ما حتى ما نزلش التدريب. ده مش قعد يوم يا كابتن، كنت بتكلم مع كابتن طلعت قال لي دي اسرع يعني رحله تدريبيه في حياتي، بقول له ازيك، قال لي 3 ساعات، قال لي العربيه اللي رحت فيها رجعت فيها تاني، ورغم ان هو خلال ال3 ساعات دول وقع عقد وحصل على اللي خدت مقدم عقد، قال لي كله لقيت الامور مش مظبوطه، انهيت الامر بسلام وخلاص. كابتن طلعت دلوقتي في الاهلي الليبي، ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. لا طبعا مدرب محترم، بس يعني الاسماعيلي زي ما انت بتقول كده صعبان علينا، لان كره الاسماعيليه كره جميله، وبنتكلم دايما على
الاسماعيلي تاريخ كبير جدا، ومش عارف المشكله طبعا مجلس الاداره اكيد اكيد لازم يكون عندهم حلول. كمان عندهم قامات كبيره وتاريخ، يعني كابتن علي ابو جريشه، في حسن عبد رب، وفي الناس ما فيش استعانه بكل الناس دي الحقيقه، يعني ما فيش استعانه بكل الناس دي. مؤكد ان الدرويش عندهم قامات كبيره جدا وعندهم اجيال عظيمه جدا كانوا هم يقدروا يكونوا موجودين، وفي ناس تدير كره القدم بشكل كبير جدا. كان دايما مميز اسماعيلي ان هو عينهم حلوه، بيروح ينتقوا لعيبه من الدرجات الادنى ومن القرى ومن الكفور ويجيبوهم ويبص يعني عارف زي الجواهرجي اللي بياخد قطعه الذهب كده ويلمعها ويطلعها ويقدمها خامه عظيمه جدا. يعني ياما قدموا حاجات ليهم وللكره المصريه والمنتخبات المصريه حاجات مواهب كبيره جدا. الان الاسماعيلي فقد هذه الميزه، فاصبح ده الاداء وده المستوى عدد كبير جدا من اللاعبين الحقيقه لا يصلح للعب او تمثيل نادي الاسماعيلي الحقيقه. طيب انا هكلمك يمكن على فريق، يمكن انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي مفاجاه في الدوري المصري، فريق الجونه. فريق الجونه مع طبعا تغييرات برضو مدربين في نهاية الموسم اللي فات، رضا شحاتة بيقود القيادة الفنية للجونة. الجونة النهاردة بيقدم مستويات رائعة، وعنده كمان مباراة مهمة مع نادي الزمالك، ولو عمل نتيجة جيدة مع نادي الزمالك ممكن هو يكون متربع على عرش بطولة الدوري. تمام. يمكن أهم ميزة عملية إدارة الجونة السنة دي إن أسندت العملية التدريبية لرضا شحاتة. ليه رضا شحاته؟ رضا شحاته ده الموسم الثالث ليه مع المعجونه، يعني الموسمين اللي فاتوا كان موجود وكان بيمسك في فترات معينه، وفي الموسم ومسك في احدى المرات وكان متميز جدا وعامل نتائج هائله وجابوا له خبير اجنبي فوقيه والنتائج تراجعت وقتها. فكابتن رضا موجود فشايف الفرقه وحافظها يعني عن ظهر قلب، فقدر يعمل فرقته وقدر يجهز نفسه وادوله الثقه، وقدر يعني بالرغم من عدد كبير جدا رحل من الفرقه يا كابتن اللي هم مجموعه لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا موجودين. اكرم توفيق، احمد ياسر ريان، يعني مجموعه كبيره جدا غير تانيين لعيبه كانت مميزه وكانت بتمثل عمود فقري جوه فرقه الجونه مشيت، الا ان رضا قدر يعمل توليفه جميله وتوليفه جيده وتوليفه مميزه نجح في انه يحصد بيهم لغايه دلوقتي 15 نقطه. 15 نقطة حصل بيهم وبقى موجود في المركز الثالث. إذا قدر ليه وقدر يكسب الماتش ده، عنده ماتش طبعا مهم جدا مع الزمالك بكرة، لو قدر يكسب الماتش ده هيبقى لأول مرة في تاريخ الجونة إن بعد 7 أو 8 أسابيع يتصدر المسابقة عن جدارة واستحقاق، لأنه هيبقى 18 نقطة هيبقى متصدر. يعني أعتقد إن بكرة عنده مواجهة واختبار قوي، يعني دايما المباريات الكبيرة هي بتبقى الاختبار. هو الراجل ماشي كويس وعمل نتائج كويسة جميل وزي الفل، بس لما تيجي مباراة كبيرة هي المباراة الحاسمة زي ماتش الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز، أعتقد إن دي بتكون اختبار قوي للمدرب واختبار قوي للعيبة. يعني أعتقد بكرة هنتفرج على مباراة قوية جدا بين الزمالك عنده 16 نقطة، الجونة عنده 15 نقطة، هتكون مباراة شرسة جدا ومباراة قوية. يعني ده هيخلي الدوري يبقى فيه منافسة جامدة جدا، هيبقى فيه صراع، هيبقى فيه حلاوة في المتابعة، هيبقى فيه إثارة كبيرة جدا موجودة. بس ما نقدرش لغاية دلوقتي نحدد مين هيبقى، يعني لسه بدري جدا، وخاصة لا تحديد الأسبوع الثامن. لا تحديد يعني شكل المسابقة لغاية دلوقتي متلخبط أصلا من الأول. يعني شكل المسابقة متلخبط، يعني لا القمة بدأ ليها يظهر شكل معين. صحيح، ولا حتى الوسط ولا ده وتحت. يعني بص الموسم اللي فات الاهلي بعد 7-8 اسابيع كانت الدنيا 10 اسابيع كان مخلص وطالع وشارك بشكل كبير، وكانت الدنيا تحت برضه باينه. دلوقتي صحيح كله يعني عنده امال، عنده طموحات، عنده رغبات، اعتقد وده حلو بقى جميل جدا، ده بيفرز لنا مسابقه كويسه. الحقيقه احنا مستمتعين بالمسابقه، يعني بنشوف مباريات قويه. الواحد بيقعد لاول مره الواحد بيقعد قدام مباريات الدوري المصري بتتفرج على اي مباراه طرفها اي فريقين بيقدم بشكل قوي شكل مميز، بشوف لعيبه مميزه جدا، بشوف اجوان ما شفتهاش قبل كده في المسابقه. في في اجوان فعلا جميله جدا على المستوى الفني، يعني لا الاجوان زي اللي بشوفها في اي دوريات العالميه. عملت احصائيات يعني دلوقتي اعتقد احنا دلوقتي في الجوله الثامنه عدد او البرسنتج لعدد الاهداف عدى 2.5، يعني تقريبا كل مباراه فيها هدفين ونص، عدد كبير. عدد كبير جدا، وفي عندك عدد كبير جدا من الهدافين، يعني 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 في نسبه يعني دلوقتي وصلنا لاربع اهداف في اعتقد كويس، نسبه كويسه ان يكون عندنا، وفي اكتر من لاعب موجود بيصارع على لقب الهداف. هنشوف صراع عنيف جدا بين اللاعبين والهدافين. كمان ظاهره التسديد من بعد دي
ظاهره مميزه جدا في عدد كبير جدا من الفرق وعدد كبير جدا من اللعيبه، يعني مش مميز بيها بس اللي احنا بدانا نشوفهم مثلا زي امام عاشور في الزمالك، وليد سليمان في الاهلي، شفنا محمد صادق في الاسماعيلي، شفنا أيه. فادي فريد موجود بيسدد وبيجيب جون مميز جدا برضو. اليو ديانج برضو بدا اليو ديانج بيسدد من مسافات بعيده مميز جدا في الحاجات دي يعني، فده ادى جراءه لعدد كبير جدا من اللعيبه ان هم يشتغلوا على الحاجات دي، ودي كانت من المهارات المفتقده في الكره المصريه، ودي مهاره عظيمه جدا ممكن تخلص لك مباراه بسهوله جدا بدون ما تخش منطقه الجزاء اساسا، الكره بتبقى من بعد وبتتسدد بشكل قوي شكله ماشي بتنقذ لك الدنيا، اعتقد دي من الحاجات الجميله اللي احنا بنشوفها السنه دي يعني. وده اكيد هيكون ردود ايجابيه جدا للكابتن حسام البدري اللي يمكن شفناه خلال بعض مباريات الدوري هو وجهازه الفني بيتابعوا مباريات الدوري، لان عندنا كمان مشوار على المستوى الدولي قريب ان شاء الله مع الكابتن حسام، فاكيد هو اكتر واحد سعيد بهذا الاداء الفني من خلال يعني زي ما بنقول كده بلغه الكوره القماشه وسعت، وفي تمام. بعض اللعيبه اللي ظهرت بمستوى رائع غير حتى انديه الاهلي والزمالك يعني. تمام يعني حتى يمكن اتكلمت مع الكابتن حسام في بعض المرات يعني السنه دي عنده اعجاب شديد جدا بالمسابقه، وبيقول ان المسابقه يعني السنه دي مستويات كويسه ومستويات مميزه، وفعلا القماشه بدات توسع وبدا يبقى عنده بدائل كتيره جدا يعني كان من احدى الصعوبات اللي موجوده عندنا في الكوره المصريه المهاجم، احنا بقى لنا 7 سنين بنعاني ما عندناش مهاجمين وملهاش حلول، الحمد لله السنه دي بقى عندك عدد كبير جدا من المهاجمين يعني، مع مصطفى حمد في الزمالك، عندك حسام حسن في سموحه مظبوط، عندك سموحه هيخش، احمد ياسر ريان موجود، يخش محمد شريف موجود، يخش عندك عدد كبير جدا حتى مهاجم هيثم اعتقد ده في سيراميكا برضو مهاجم لا باس بيه ولا سنه صغير، حتى في الانديه موجود يعني بقى عندك ايه بدائل جدا، الاماكن الثانيه اللي بقى عندك فيها حراسه المرمى بقى عندك عدد كبير جدا من الحراس الحقيقه، بالرغم ان معروف عندك محمد شناره رقم واحد وبعديها ابو جبل، لكن بدا يظهر عندنا اكتر من حارس الحقيقه، ما كناش بنشوف المستويات دي يعني، الناس اللي عاجبني انا في عمر رضوان في اسوان من الناس المميزه جدا وحارس هايل الحقيقه، عامر يعني. مازال كويس عامر شغال كويس يعني، هتلاقي اكتر من حارس بدا يظهر بشكل قوي، عندك الدفاع بدات برضو ناس تظهر، عندك يعني حاجات جميله جدا بدات تظهر، وهنكون في اسماء جديده واشكال جديده وجوه جديده موجوده مع المنتخب، وده كمان مفيد لكابتن شوقي غريب برضو اللي طبعا. هو يعني ان لعيبته معظمها بيلعبوا موجودين وده هيساعده، لان علشان ان شاء الله على اغسطس تقريبا الالعاب الاولمبيه في طوكيو ان شاء الله ربنا ييسر وتقام في شهر 6 ولا في شهر 7 اعتقد 7 و8 ان شاء الله يعني نكون خلصنا من جائحه كورونا كده ويقدروا ينظموا البطوله دي زي ما احنا منظمين بطوله العالم اليد يعني، ان شاء الله نتكلم عنها هنتكلم عليها طبعا، حدث عظيم وحدث كبير، فاعتقد ان لعيبته هتبقى جاهزه. كابتن شوقي من الاراء الجميله اللي قالها لي حتى كابتن شوقي مره وعجبتني قوي، لما بقول له الدوري السنه دي قوي، قال لي سر قوه الدوري ان الموسم ده يعتبر الدور الثاني للموسم اللي فات. صحيح مظبوط، ما كانش في راحه كتير فما كانش في راحه كتير، فانت لاول مره الطبيعي جدا ان بنشوف المستويات بتبدا يعني ضعيفه وتعلى، لكن السنه دي انت بادي قوي جدا، فانت بادي الدور الثاني لعيبتك بدنيا جاهزه ومخزون البدني بتاعهم قوي، مخزون بتاعهم بدني مميز، فشايفين اداء بدني واداء فني كلها حاجات مميزه جدا، فيا رب الامور تكمل بهذا الشكل في المستقبل ان شاء الله. وحضرتك اتكلمت على حراسه المرمى في مصر، بقت يعني عندنا يعني لعيبه مميزه او حراسه مميزه في أندية كتيرة، ده يرجعني لسؤال الآن من إيقاف الشناوي 4 مباريات وأربع مباريات كبيرة من خلال المقاولين، بتكلم عن المقاولين طبعا، بتكلم على المقاولين وعندك بيراميدز وعندك سموحة وطلع الجيش، دول 4 مباريات اللي الشناوي هيغيب خلاص. إيه رأيك على بنتكلم على المستوى الفني؟ طبعا الشناوي قيمة كبيرة جدا ورقم واحد يعني في مصر كلها، اعتقد ان غيابه مؤكد ان وجوده دايما اضافه للنادي الاهلي، ودايما يعني بينقذك مواقف صعبه يعني، لكن مؤكد ان الاهلي يكون جاهز بالبديل، وان علي لطفي يكون جاهز لهذه الفرصه، وعندك مصطفى شوبير برده يكون جاهز لهذه الفرصه اي منهم، وطبعا والارجح انه علي لطفي هو الحارس رقم 2 على طول يعني، اعتقد ان فرصه كبيره جدا ان يثبت نفسه، فرصه كبيره جدا ان هو يقدم نفسه بشكل كبير جدا، يلعب 4 مباريات تقيله جدا واربع مباريات يعني مهمه جدا، خصوصا مباراه بيراميدز يعني مباراه يكون الانظار كلها موجهه اليه، لكن اعتقد ان 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 دفاع الاهلي اكيد برضه هيكون معين ليه بشكل كبير جدا، وهو ان شاء الله يقدم بالشكل اللي يليق بيه ويليق بالنادي الاهلي ويقدم نفسه بشكل كبير جدا، لان هي دي الفرصه اللي بتيجي للواحد، انت بتجيلك فرصه من حيث لا تحتسب، فجاه هتقف 4 مباريات والقصه منتهيه بالنسبه لك،
فاعتقد ان هو هيكون جاهز. وعلي علي حارس مرمى مميز، وكان يمكن في تجارب، يمكن كان في فترات معينه كان في راحه للشناوي شويه او اصابه، ومباريات الكاس لعبها بشكل مميز جدا. علي لطفي من الحراس الجيدين، لكن ممكن زي ما حضرتك بتقول فرصه، ومحتاج انه كمان الفرصه دي انه كمان يثبت انه حارس مرمى على مستوى عالي. بالظبط، يعني انا شخصيا عندي ثقه في قدرات علي لطفي الحقيقه، يعني لان هو لما جه النادي الاهلي كان حارس كبير وجايب قدرات وشكل معين ومختار طبقا لمواصفات معينه، وانه يعني عنده القدره انه يحرس مرمى الاهلي في اي وقت. انا واثق ان علي لطفي هيكون مفاجأة لينا كلنا إن شاء الله، وهيقدم مستويات أعلى من اللي قدمها قبل كده، لأنه عنده خلاص قدامك أربع مباريات واقفهم على الأقل، أعتقد هتقدم نفسك بشكل كبير يعني إن شاء الله. طبعا النادي الأهلي عنده كأس العالم للأندية، لكن إحنا في مصر كمان عندنا كأس العالم لكرة اليد اللي انطلقت يوم 13 يناير. تابعت الافتتاحية زي، وتابعت كمان منتخبنا خلاص، هو يمكن خلص الثلاث مباريات. للاسف النهارده كان في هزيمه من السويد بفارق هدف واحد. شايف رؤيتك ازاي اولا لتنظيم البطوله في بلدنا في الاوقات الصعبه ديت، وكمان على مستوى منتخبنا القومي هيوصل ان شاء الله لابعد نقطه ازاي؟ خليني اقول لك ان انا الحقيقه فخور ببلدي اللي هي بتنظم حدث زي كده، فخور بمصر اللي بتظهر بالشكل ده، فخور بمصر اللي بتقف قويه عتيه في وقت العالم كله بيغلق ويهرب بسبب جائحه كورونا اللي موجوده يعني. وعجبتني كلمه يعني قالها الدكتور حسن مصطفى في الافتتاح، وهو بيواجه بها العالم، ده رئيس الاتحاد الدولي، وكل كلمه بيقولها بيحاسب عليها، وكل كلمه بيقولها بتوصل للعالم كله. قال لك نصا ان ما فعلته مصر في هذه البطوله وستفعله لم تقوى عليه اي دوله اوروبيه. ما كانتش هتقدر البطوله كانت في اي دوله اوروبيه ما كانتش هتقدر تلعب وتكتمل. مصر عامله بطوله عظيمه، عامله بطوله هايله، عندنا ملاعب عظيمه، اربع صالات على اعلى مستوى، صاله 6 اكتوبر حاجه تفرح وجميله، الصاله الرئيسيه في استاد القاهره، صاله برج العرب، الصاله اللي موجوده في العاصمه الاداريه، الملاعب شكلها جميل، ارضيات شكلها يفرح، التصوير بتاع المباريات برضو شكله رائع، بما اتمنى ان التصوير الدوري يبقى زي كده يعني. حاجه يعني من المشاكل الكبيره جدا اللي موجوده عندنا في الدوري التصوير السيء في المسابقه يعني. لكن المسابقه دي لم يكن ينقصها الا الجمهور يبقى في المدرجات حتى يزين الملاعب ويقدم الصوره الكامله، لكن طبعا يعني استجابه لرغبه الاتحاد الدولي تم الغاء فكره الجماهير. فالحقيقه بطوله نموذجيه، بطوله عاليه، بطوله عظيمه. اهم حاجه كمان فيها نظام الفقاعه اللي طبقته مصر، واعتقد النظام ده يعني اكيد يعني ممكن اي دوله في العالم تقدر تستفيد من هذا النظام. هتطبق في كاس العالم للانديه طبعا، يعني نظام الفقاعه ده حاجه عظيمه جدا، ومصر بتطبقه بشكل رائع وشكل مميز، شكل اشادت بيه كل صحف العالم. يعني لو بصيت على المواقع العالميه الكبرى اللي متابعه للبطوله او الصحافه العالميه اللي متابعه لهذه البطوله، هتشعر بمدى قيمه مصر وده، وتفخر ببلدك اللي قدرت تعمل ده وقدرت تنظم ده الحمد لله. في يعني منعوا انتشار الفيروس تماما، والامور ماشيه كويس جدا، والامور ماشيه منضبطه بشكل كبير جدا. ان شاء الله ربنا يكملها على خير وتكتمل الصوره حتى النهايه. هنشوف بقى لو بصينا منتخب مصر، منتخب مصر الحقيقه يعني عمل ثلاث ماتشات، طبعا عارفين ان هو افضل من تشيل الحمد لله كسبناها بنتيجه كبيره، ومن مقدونيا خلصنا المباراه. النهارده كنا عاملين مباراه كبيره جدا مع السويد الشوط الاولاني، وانهينا الشوط الاول 12-9 ومميزين. يمكن بعض الاخطاء اللي حصلت طبعا هي اللي خلتهم يوصلوا ويتعادلوا ويعوضوا، لكن في النهايه دي فوارق فنيه يا كابتن هاني. يعني السويد من الفرق الثقيله جدا في العالم، اربع مرات بطله عالم، اربع يعني مرات من فرق الصفوه في كره اليد في مستوى العالم. يعني انا يعني كنا احنا بنحلم، لكن انا كان عندي ان عارف ان السويد هتقدر تخلص يعني المباراه، عشان نبقى واقعيين ومحدش يضغط على اللعيبه بشكل كبير. ان احنا فرصتنا لسه قائمه ان احنا نلعب ونكافح ونقاتل لغايه ما نوصل لابعد مدى ان شاء الله في البطوله. يعني مبدئيا يكون هدفنا وصول الدور الثمانيه، وبعد كده بنفكر في السيمي فاينل، ده لو وصلنا تبقى حاجه. ما انت بدايه من دور الثمانيه ان شاء الله هيكون في النوك اوت، لكن المهم كمان انت بتصعد دلوقتي المجموعه، انت اللي صعد بالمجموعه السويد صعد بثلاث باربع نقاط، قد صعد بنقطتين كده، واحنا يعني صعدنا تقريبا بنقطتين، لكن مشوار البطوله اللي جاي مشوار كمان مش سهل. لا يعني لا خلاص بقى، انت ده مشوار صعب جدا، انت خلصت السهل وداخل على الصعب. واعتقد يعني انا عندي طموح كبير جدا في الفرقه دي برضو، انك تطلع مع السويد 24-23 نتيجه برضو يا كابتن، فرق بونت يعني نتيجه كويسه بالنسبه لنا يعني، وده دليل على تقارب المستوى. يعني كنت تقدر تخلص يعني، بس محتاجه بعض التكتيك اكيد من المدير الفني، بعض التركيز من اللعيبه في بعض الاوقات. يعني الحقيقه ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله في المباريات اللي جايه، ويقدروا يعملوا حاجه تفرحنا كلنا ويكملوا علشان نكمل الصوره دي يعني في التنظيم باذن
ان شاء الله يا ربنا يوفقهم، لان زي ما حضرتك بتقول ان مصر بتقوم بتحدي كبير جدا على مستوى العالم، ويمكن ده كمان من خلال الصور اللي بعض الفرق عندها اطمئنان، زي فريق اليابان بيتصور على البحر، انت عندك المنتخب الالماني امام سفح الاهرامات، كل الصور دي كمان بتوصل هناك اللي بيوصل لاهله، اللي بتوصل للصحافه العالميه، فده كمان جزء مهم جدا. ده مش جزء يا كابتن، ده من ابرز الاجابات اللي موجوده، انك انت عندك 32 دوله، يعني عشان مصر عندك 31 دوله موجوده، ان دول موجودين في 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 مصر، فبيشوفوا معالمك، بيشوفوا الاثار السياحيه، بيروحوا يزوروا، بينشروا على صفحاتهم، صحفهم بتنقل كل ده، مهم جدا. واعتقد ان المؤكد ان في نوع من التنظيم الرحلات لدوله من قبل بالاتفاق ما بين هيئه تنشيط السياحه، وزاره السياحه، وزاره الرياضه، لان ما ينفعش حدث زي ده كبير في مصر يمر من غير ما ان احنا نستفيد بيه اكبر استفاده. صحيح. لازم يعني بزبوط. يعني دي دعايه مجانيه ليك ولسياحتك وللاستقرار اللي انت موجود فيه وللاجواء اللي انت موجود فيها. الحمد لله يعني لغايه دلوقتي الصوره اللي طالعه من مصر لكل انحاء العالم صوره جميله، صوره حلوه، صوره مضيئه، صوره مشرفه. ده اكيد، وكنا فعلا نتمنى وجود الجماهير، لكن صحة طبعا الناس اهم من اي بطولة. نروح من بطولة كاس العالم لكرة اليد لبطولة كاس العالم للاندية اللي بينتظرها ان شاء الله النادي الاهلي، والنهاردة كان في قرار من الفيفا بتأجيل تأجيل انطلاق البطولة من 1 فبراير ل 4 فبراير. شايف برضو رؤيتك ازاي لهذه البطولة، وخاصة يمكن اوكلاند سيتي ده يعني اعتذر، وبالتالي القرعه ومنتظرين القرعه ان شاء الله بكره يعني. طبعا يعني باذن الله منتظرين القرعه بكره، والنادي الاهلي الطبيعي بيفكر في الدور الثاني اللي هو السيمي فاينل، لان تكسب ماتش تبقى سيمي فاينل، تكسب ماتش واحد دخلت في منطقه تانية خالص يعني، وبالتالي فالنادي الاهلي يعني اللي بيفكر في كده يعني ما بيفكرش في هيقابل مين، يعني سواء قابلت الدحيل القطري او اولسان هونداي الكوري بطل اسيا، او تايجر اونيل المكسيكي الكونكا كاف، اي حد هتقابله من دول انت مهيئ وجاهز انك انت ان شاء الله تتعامل معاه. يعني انا شخصيا شايف ان الدحيل القطري هو اتقالهم افضلهم يعني تقريبا، لان دعم نفسه بشكل كبير جدا، في عدد كبير جدا من اللعيبه المميزين، عدد كبير جدا حوالي 3 لعيبه برازيليين، ففريق قوي، فريق يقدر يعني المواجهه معاه تكون صعبه يعني، بيلعب على ارضه وبيلعب على ارضه، اتمنى ان تؤجل ده يعني ده يعني، لكن لو القرعه عجبتك خلاص يعني اهلا بالمواجهه يعني، لكن ده الواحد امنياته اللي يتمناه. بطوله مهمه جدا، بطوله عالميه، بطوله الاتحاد الدولي مهتم بيها، الدوله المنظمه قطر مهتمه بيها، لانها بتعتبر بروفه، بتعمل بروفات كتيره جدا لكاس العالم، لكاس العالم مطبقه فيه بقى كابتن نظام الفقاعه ده بشكل يعني يكاد يقترب من السجن. ده حقيقي. يعني الحقيقه لما سمعت ما تم في اجتماع الفيفا والنادي الاهلي هنا، ورشه العمل اللي عملها الفيفا في النادي الاهلي، والطلبات اللي طلبت انك انت من الملعب الى التمرين الى غرفتك مفيش نزول في الريسبشن، ما تزورش حد، ما حدش يزورك، فده نظام معمول حتى يعني. على مستوى البعثات الصحفيه اعتقد كمان انت مجبر تقعد في اول اسبوع او 10 ايام تبقى موجود في الاوتيل بس، مفيش خروج حتى من الاوتيل كله، في صعوبه، عمليه صعبه جدا طبعا يعني. يعني صعوبه يعني مثلا في صحفيين هيبقوا مسافرين مثلا مع النادي الاهلي، فدول هيبقوا ملتزمين جزء من البعث، يعني جزء هتبقى من الفرقه باعلامها بكله بامنها بسائقيها بطباخيها، كتله كده تتحرك مع بعضيها لا تختلط باحد ولا احد يختلط بيها. بالنسبه للصحفيين اللي هم اللي هو يعني لو انا عايز اسافر مثلا، فالاول بروح بعمل الاختبارات البي سي ار ومش البي سي ار، وبعد كده بعمل اللي هو الاي دي بتاعي من الفيفا، باخد الاي دي وبروح السفاره القطريه اخد بيه، وبعد كده زي ما حضرتك قلت حجز اسبوع هناك بدون اي نشاط، فعمليه صعبه جدا الحقيقه، وعمليه نتمنى ان ما تسيبش ناس بالملل يعني، لكن مطلوب الاجراءات دي علشان الحاله الصحيه للناس. صحيح. يعني النادي الاهلي اعتقد ان مركز جدا يعني، لما النادي الاهلي يروح بطوله زي دي الدفعه هتكون مختلفه، يعني البعض قاعد يقول لك طب الاهلي ما كسبش البنك الاهلي والاهلي مش عارف تعادل، كل ده ملوش علاقه يعني، ده ملوش علاقه باي حاجه يعني خالص في الموضوع يعني، الناس لابد ان تطمئن انك انت لما بتروح حدث وقيمه الدنيا بتختلف تماما، لان عندك دوافع مختلفه، عندك رؤى مختلفه، عندك اهداف مختلفه انت بتسعى لتحقيقها، كمان فرصه النادي الاهلي ان يحتك بمدارس كرويه كبيره جدا، اعتقد ده مهم جدا، هنحتك بمدارس الاسيويه، ممكن ربنا يكرمنا ان شاء الله وتتاهل وتلعب البايرن اللاتينيه او تلعب مع بايرن ميونخ، يعني كل ده ممكن انك انت توصل وتلعب وتبقى موجود في الصوره دي والعالم كله يتكلم معاك، ده يعني بيضيف لصورتك، بيضيف لشكلك، بيكبر منك
اكتر من انت كبير وموجود وسط الناس، يعني بيزيد من شعبيتك وجماهيريتك في كل مكان. يعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي يقدر يعمل حاجه كويسه ان شاء الله. المشاركه السادسه تعتبر للنادي الاهلي، تفتكر ان سقف الطموح بالنسبه لجماهير النادي الاهلي فوق مستوى المركز الثالث؟ احنا خلاص اخر طبعا. يعني 2006 اعتقد كان المركز الثالث حصلنا عليه. طموحات جماهير النادي الاهلي ايه، ونقارنها بطموحات اللعيبه والجهاز الفني من خلال استعداداتهم لهذه البطوله من ماتشين مهمين جدا، المقاولين وبيراميدز. يعني دايما لازم يكون عندك الطموح، عندك الرغبه انك تبقى الافضل. فانا وصلت خدت الميداليه البرونزيه، فطموح ان انا اوصل. ما شفنا العين كان موجود السنه اللي فاتت في الفاينال، خسر. مازيمبي وصل تقريبا مره، مازيمبي وصل الرجاء برضه قبل كده عمل نتائج طيبه. فطبيعي جدا يكون عندك الطموح ده انك انت توصل وتقدر تلعب وتقدر تحقق نتائج مهمه جدا. النادي الاهلي عنده قدرات وعنده لعيبته، وعنده لما يكونوا مركزين في حاجات معينه ويكون عندهم هدف محقق وهدف واضح قبل كده. يعني دايما في ظروف صعبه في التحديات بتلاقي النادي الاهلي موجود. صحيح. لو افتكرنا في 2012 في دوري ابطال افريقيا ما كانش في كوره في مصر خالص، والاهلي كان الفرقه الوحيده في افريقيا اللي ما عندهاش مباريات محليه بتستعد بماتشات وديه، وقدر يقدم واحده من البطولات العظيمه حتى الفاينل بين الاهلي والترجي كان واحد من اعظم المباريات. صحيح. يعني لدرجه ان الناس في نفس وصفوا الاهلي بانه كانه فريق برشلونه، يعني كان بيلعب معاهم. فده التحدي انت بتعمله لنفسك وبيقدر يتجاوزه. دي حاجه موجوده في السمات اللي موجوده جوه لعيبه النادي الاهلي او كل من يرتدي التيشيرت الاحمر النادي الاهلي. اعتقد انها تكون لهم دوافع مختلفه، لهم اهداف مختلفه. اتمنى ان هم يوصلوا ابعد من المركز الثالث، يعني لان ده هدفنا كلنا وده هدف النادي الاهلي باذن الله. يعني ودايما اهداف النادي الاهلي اهداف طبعا بتلعب على البطوله مهما كان اسم البطوله، بطوله كبيره اي نعم وفيها فرق كبيره، لكن دايما طموحات يعني ما بتخرجش عن المباراه النهائيه ان شاء الله. طيب في كمان جزئيه مهمه جدا، بنتكلم على النادي الاهلي والكوره واستعداداته للدوري واستعدادات لكاس العالم. على الجانب الاخر مجلس الاداره النهارده برئاسه كابتن محمود الخطيب ويعني بعض اعضاء مجلس الاداره كان عندهم جولتين مهمين جدا، جوله في فرع التجمع الخامس، الفرع الجديد ان شاء الله للنادي الاهلي اعتقد في شهر 6 هيكون افتتاح مبدئي ليه. شايف برضو رؤيتك ازاي لتفقد مجلس الاداره كمان لخدمات الجمعيه العموميه؟ بص التشعر يعني او الواقع بيقول لك وبياكد لك، وده حاجه موجوده على ارض الواقع، ان مجزره النادي الاهلي يعني بيشتغل في خطوط مستقيمه منفصل. عنده كره القدم كانه موجود ومتفرغ لكره القدم، عنده الناحيه الاجتماعيه كانه متفرغ للناحيه الاجتماعيه، عنده الناحيه الاقتصاديه والملف موجود، عنده الناحيه الانشائيه موجوده والحاجات اللي معموله اعضاء. النادي الاهلي بيعمل انشاءات عظيمه جدا، انا من وجهه نظري انشاءات غير مسبوقه في تاريخ النادي الاهلي. تعالى مثلا نبدا، بص لفرع الجزيره، المظهر والشكل اللي عليه فرع الجزيره دلوقتي بعد البوابات اللي اتعملت وبعد تصوير النادي بشكل حضاري متحضر بدل الشكل اللي كان قبل كده، يعبر عن القيمه الكبيره جدا اللي وصلها النادي الاهلي في هذا الاتجاه، او الايمج اللي هم عايزين يرسموه للنادي الاهلي. انك انت لما تشوف الشكل ده النادي الاهلي هتشوفه في زايد، هتشوف مدينه نصر، هتشوف في التجمع، ده حاجه جميله جدا الحقيقه. انا يعني لما بدخل النادي الاهلي ببقى فخور بهذا المنظر، بهذا المشهد، لان يعني الاول كان سور طوبي حديد عليه، اسف جدا في اللفظ، مناديل واوراق وحاجات كده وشخبطه حديد وشخبطات وحاجات مش مظبوطه. الان المشهد اللي عليه سور النادي الاهلي وبوابات بوابه النادي الاهلي موجوده في الجزيره واللي في مدينه نصر حاجه تفرحك وحاجه تشرفك. الانشاءات اللي بتتعمل في زايد اضافات كبيره جدا على مدار 3 سنين بتزيد، الشكل اتغير، الوضع اتغير، الدنيا اتغيرت، فتحت مجال انشطه كبيره جدا، انشطة رياضيه للاعضاء. النهارده بنشوف الفرع التجمع بنشوفه على ارض الواقع، وانتوا عرضتوا صور في الانترو. صحيح. حاجه جميله وحاجه مشرفه جدا. الناس دي بتشتغل، يعني تشعر الناس دي يعني اداره. هو النادي الاهلي طبعا ليه سيستم وليه ادارته وليه نظامه اللي بيشتغل بيه في كل الاتجاهات. يعني انت في الوقت اللي بتشتغل فيه في 4 افرع في النادي بشكل لا يعني لا ينافسك فيه احد في مصر. ده حقيقي. يعني فدي حاجه لهم كل الشكر ولهم كل التقدير. اعتقد خلال وقت وجيز هيبدا العمل في فرع التجمع الخامس، وده انجاز كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيشتغل برضه في ظروف صعبه اللي هي ظروف كورونا اللي احنا موجودين فيها، واللي اثرت على اقتصاديات دول كبرى واثرت على اقتصاد كل الانديه. وفي نفس الوقت انت بتشتغل وبتعمل فرقه كوره وبتدعم وبتجيب لعيبه وبتصرف على النادي وبتطور، بتعمل حاجات كويسه طبعا. يعني لهم كل التحيه والتقدير الحقيقه. كان انا بتكلم ده يعني مش كاعلام، انا كمان كان عضو في النادي الاهلي طبعا بروح واشوف الحاجات دي،
يعني بكون سعيد جدا وبكون فخور بيها، وبحب اوجه للناس دي رساله شكر الحقيقه. طبعا رساله شكر طبعا لكل القائمين على الاعمال ديت. ومعانا تقرير كمان نحب نتابعه مع حضرتك، تقرير عن انشاءات النادي الاهلي في فروع الجديده، اذا كان موجود في التجمع الخامس او في يعني في زايد او مدينه نصر، كل ديت الانشاءات الجديده من خلال المهندس الاستشاري سامي علي كامل. معانا تقرير نروح لحضراتكم ونرجع مره ثانيه. المبنى الاجتماعي زي ما هنشوف هنا كده بدات الاوعه تتثبت خلاص، وطالعين بالعمدان، فكل المنشات ماشيه ورا بعضها، وان شاء الله باذن الله في التوقيت المحدد اللي كابتن محمود والشركه التزمت بيه نفتح في فرع التجمع الخامس. في اعمال ثانيه خارجيه، اعمال توصيل الكهرباء واعمال توصيل المرافق ماشيه بالتوازي مع المشروع. مجلس اداره النادي الاهلي اول في هذه الدوره ببدايتها حددنا شكل النادي الاهلي، شكل وروح نمشي عليها. بدأنا فرع مدينة نصر فرع الجزيرة، هي نفس الروح دي هتتكرر تاني في كل منشآت النادي الأهلي في الأفرع. فرع التجمع الخامس هتلاقي سور التجمع الخامس هو سور أهلي مدينة نصر، هو سور الشيخ زايد، هو سور الجزيرة. حتى طبيعة المنشآت ونوعية تشطيباتها هتلاقي روح النادي الأهلي. خلاص احنا بنحط روح هنمشي عليها الفترة الجاية بالكامل. اللي يخش فرع التجمع الخامس مش هيحس زي مدينة نصر، روح واحدة ثابتة، وده كان المجلس الكابتن محمود عايز حد زي هوية كده للنادي ونظام معين. يعني النسر العملاق اللي شفناه في فرع مدينة نصر هنلاقي نسر موجود في أهلي التجمع الخامس، فرع التجمع الخامس، وإن شاء الله الفترة الجاية أهلي الجزيرة. الجزيرة خلاص إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نشتغل الفترة الجاية برضه نفس الروح، نفس الشكل، نفس النسر العملاق اللي موجود في أهل الجزيرة إن شاء الله. المرحلة ديت اللي هي عبارة عن طبعا الأسوار بالكامل خلصانة، منطقة الملاعب اللي هي 8 ملاعب تنس، 4 ملاعب كرة سلة، 4 ملاعب كرة يد، 4 ملاعب طايرة، 4 خماسي نجيلة صناعي معتمدة من الاتحاد الدولي، 2 ملعب كرة رئيسي بالمبنى أكاديمية الكورة يخدم على أكاديمية الكورة، مبنى اجتماعي على مسطح 1200 متر وده أكبر مبنى اجتماعي في الأفرع كلها. طبعا غير المناطق الخدمية اللي هي غرف خلع الملابس اللي بتخدم على الملاعب اللي في ظهرنا، غير مناطق جلوس الأعضاء، غير منطقة الفوت كورت، كل مبنى متكامل العضو يخش كل خدماته اللي عايزها موجودة. ده بالإضافة كمان إلى أماكن إنذار السيارات. النادي بيوفر أماكن داخل النادي، ودي كان من ضمن شروط زايد، دي من ضمن شروط هيئه المنطقه العمرانيه ان مفيش اماكن انتظار النادي، اصبح جوه النادي اماكن انتظار، وده احنا حاليا بنحاول نطبقه في اهل مدينه نصر ان شاء الله لما ننتقل الزياره ان شاء الله بعد وقت قصير باذن الله، نفس الفكره في اهل مدينه نصر. لكن في التجمع الخامس النادي هي مرحله تقريبا بنتكلم هي 80% من النادي، هيبقى الجزء المتبقي من المرحله من النادي ال 20% هي الصاله المغطاه الكبيره، مجمع صاله الجمباز والكاراتيه، حاجات صغيره. لكن مثلا على سبيل المثال البنيه التحتيه معموله للنادي بالكامل مره واحده، مش هنستنى نعمل بنيه تحتيه تاني ونخش نكسر في ارضيه النادي تاني، لا. كابتن محمود مجلس اداره كان ليهم هدف واضح ان كل الاعمال اللي ممكن تسبب لنا مشاكل في التنفيذ في الفتره اللي قدام لا نخلصها من دلوقتي، اللي هي البنيه التحتيه، فخلصنا البنيه التحتيه بالكامل للفرع التجمع الخامس. طبعا جراج مدينه نصر هنتكلم عليه، اهل مدينه نصر اصبح في عدم اماكن انذار داير النادي، مفيش خلاص اتمنع، فالاعضاء اصبح عندهم مشكله. احنا كان في نفس التوقيت الحمد لله المجلس اداره قدر ياخد موافقه على الجراج، ودي انا من ساعه ما في النادي بقالي 30 سنه كل المجالس كانت بتحاول نعمل جراج، كل دوره انتخابيه بنوعد بجراج، الموافقات ما جاتش، الحمد لله ربنا كرم في الدوره ديت ان احنا خدنا موافقه الجراج.
فعلا يعني شيء يدعو للفخر بصراحه. وانا بتناقش معاك يا استاذ محمد حاجه عظيمه جدا. بنتكلم على مشروع كان الناس بتفتكر انه ممكن ياخد عشرات السنين، لكن التجمع الخامس خلاص بنيه الاساسيه كلها تمت، وان شاء الله كمان في شهر 6 ممكن يكون في افتتاح. يعني انت مجرد ما عملت البنيه الاساسيه فانت انجزت الخطوه الاصعب. صحيح. بالنسبه لك انت خلاص بقى تطلع على وش الارض، المباني هتبني المبنى الاجتماعي بتاعك، ولكن مبنى اجتماعي 1200 متر مسطح غير موجود في اي فرع من الافرع الاخرى. الحقيقه حاجه عظيمه جدا، كلام يدعو للفخر للنادي الاهلي واللي ينتموا لهذا المكان. ده اصلا يعني عدد كبير من المتخيل يا كابتن، ان عدد كبير جدا من الساكنين هناك عملوا ادوات بشكل كبير جدا، وهو لسه مش حاجه لسه يعني على الارض كل التجمع على الارض، لانه موثقين في النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي ان خلال وقت وجيز جدا اعتقد يعني خلال سنه على الاكثر هيكون الفرع ده شغال باذن الله. واضافه كبيره جدا للبيت الكبير النادي الاهلي. صحيح. بقى المنظومه الكبيره المصر. اللي عجبني كمان من خلال يعني كمان كلام المهندس سامح ان شخصيه النادي الاهلي هتبقى على جميع الفروع، يعني بوابه النادي في الجزيره زيها هتبقى في مدينه نصر، نفس الكلام التجمع. بتتكلم على شخصيه النادي الاهلي اللي وانت من بعيد تقول اه اللي هناك ده النادي الاهلي. انا بص يا كابتن، انا قاعد حتى السور اللي مبني هو نفس السور اللي بتاع اللي اتبنى دلوقتي في الجزيره، فهو عامل حسابه بقى خلاص. يعني ما انت من بعيد كده شفت بص تلاقي ده النادي الاهلي. صحيح. ببوابته بنسره بحاجته، هو ده. يبقى لك شخصيه، يبقى لك منظر، هتبقى يعني براند كده موجود ومعروف كده من اي حته، تبقى ده النادي الاهلي. كل التحيه والتقدير للناس اللي بتتعب واللي بتشتغل، ومبروك لاعضاء النادي الاهلي في كل مكان هذا أكيد. الصرح الجديد والاضافه الجديده والوليد الجديد للنادي الاهلي، ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا. ولسه بقى في مفاجات تانية للافرع التانية اللي هتبقى ان شاء الله في اماكن كتير جدا في مصر. ان شاء الله دايما النادي الاهلي نادي عالمي، وان شاء الله على المستوى مستوى جمهوريه مصر العربيه أربع أفرع بأعلى مستوى في خدمة جماهير النادي الأهلي والجمعية العمومية. بنشكر طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي فعلا بيقول بمجهود رائع، وكمان امتداد لمجهودات مجالس الإدارة السابقة. وإن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الأهلي في إن شاء الله المشوار الدوري من خلال مباراة المقاولين وبيراميدز وكأس العالم للأندية. وكمان كل الشكر ليك أستاذ محمد، بنشكرك شكرا جزيلا. كان كالعادة يعني فقرة مميزة مع حضرتك، وإن شاء الله بإذن الله على لقاء قريب كمان في البيت الكبير. شكرا كابتن، تحياتي حتى كل مشاهدين في كل مكان. شكرا ليك. بعد الفاصل إن شاء الله الكابتن الكبير أمير عبد الحميد. البيت الكبير لسه مستمر مع حضراتكم. هنبدا فقرتنا الحواريه دي مع واحد من نجوم النادي الاهلي والجيل الذهبي، طبعا الجيل اللي كان هوايته هو حصد البطولات، عمل كل حاجه في الكوره تقريبا. طبعا كان يعني تربع على عرش افريقيا. نجمنا النهارده منورنا كالعاده الكابتن امير عبد الحميد، برحب بيه. اهلا بيك يا سهام، نورنا. اهلا بيك، ربنا يخليك. وانا سعيد ان انا مع حضرتك ومع كابتن هيثم مصطفى. حبيبي منورنا يا امير دايما، وبالتوفيق. وعندنا كلام كتير طبعا عن مستقبل النادي الاهلي، كمان الاكاديميات اللي انت مسؤول عنها هنا في الشيخ زايد، وكمان عندنا حوار كبير جدا عن النادي الاهلي، وخاصه يمكن انت عارف ومتابع معانا على الساحه الرياضيه محمد الشناوي وغيابه اربع مباريات عن بطوله الدوري. خلينا ابدا معاك الاول مع يمكن مشوار النادي الاهلي لغايه دلوقتي في بطوله الدوري، انت شايفه ازاي من خلال يمكن التعثر في خطوتين مباراه وادي دجله ومباراه البنك الاهلي؟ والله يا كابتن، هو طبعا هنبدا بطبعا النادي الاهلي والظروف اللي بتحصل دورت في الكوره، حضرتك عارف ان ده بيحصل في الكوره، والدروب ده هيجي ممكن كان هيجي دلوقتي او هيجي بعدين، كده كده كان هيجي لاي فرقه بتحصل في العالم كله. ويمكن كويس ان هو جه في اول بدايه الدوري في الاسابيع الاولى عشان النادي الاهلي يفضل يركز وطبعا يشوف السلبيات ويعالجها، ولسه مشوار طويل جدا، مشوار طويل الدوري قوي قوي. والنادي الاهلي طبعا بيلعب لاخر نفس في البطوله، والنادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله مش على ماتش ولا ماتشين، وبيلعب كل ماتش يعني اكنه كاس. فانا مش قلقان جدا خالص على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده لعبة كويسه جدا الحمد لله، وفره كبيره جدا من اللعيبه، عنده جهاز فني على اعلى مستوى، عنده اداره بتساند طبعا كابتن خطيب وكل الناس المسؤوله بتساند الفريق، وخصوصا في التعثرات بيبقى كابتن خطيب بيبقى موجود والمجلس الاداره، لكن في وقت الفوز والحاجات دي كلها بيبعدوا تماما. وده في تاريخنا لما كنا بنلعب، وحضرتك برضه كنت بتلعب يا كابتن، ده اللي بيحصل جوه النادي الاهلي.
جمهور كبير جدا وجمهور عظيم بيساند النادي، فانا مش قلقان خالص على النادي الاهلي في الدوري ان شاء الله. امير انا عايز اسالك على حاجه، واحنا طبعا بنتكلم في بقالنا يومين بعد ماتش الاهلي والبنك تحديدا بنك الاهلي، بنتكلم على عثرات حوالين ويعني مشاكل كده ازمات تخص النادي الاهلي، انت في مشوارك مع النادي الاهلي تفتكر حاجات يعني تفتكر كواليس، تفتكر ازمات حصلت من النوع ده من قبل التحكيم مرت عليك وكانت شبيهه للظروف يعني لاخر ماتش حصل بين الاهلي والبنك الاهلي؟ حصل طبعا اكيد. ايه تفتكر يعني ايه يعني حاجه كده لقطت للتحكيم برضو؟ دايما لما نتكلم عن اي مباراه مهمه بيدخل فيها النادي الاهلي دايما ساعات يعني لغط التحكيم ده بيدخل شويه الجدل ده، بس انت بقى في مشوارك او عصرت ده ازاي؟ طبعا قابلنا كتير جدا مشاكل، دي مشاكل التحكيم وما بحبش اتكلم عليها، بس طبعا الفتره الاخيره طبعا النادي الاهلي بيحصل له ظلم كبير جدا كابتن هاني، وشفنا يعني موقف الشناوي طبعا هنتكلم يعني عليه بس اكيد يعني هو موقف ما ينفعش ان لاعب برضه يمسك حكم او يتكلم مع الحكم ايا كان، لكن العقوبه وبنتقبلها طبعا كنادي اهلي، او بنتقبل كل القرارات يعني اللي بتحصل من اتحاد الكوره، ولكن لازم يبقى في فير. النهارده في لعيبه كتيره جدا في انديه كتيره جدا اتكلمت بطريقه مش كويسه جدا مع الحكام، مش عايز اذكر الانديه، ولكن في حصل وحصل قبل كده برضه قرارات عكسيه وتعدي على الحكام وشد الحكام، وما شفناش الكلام ده وما شفناش العقوبه دي خالص. شفنا عقوبه كهرباء قبل كده برضه في ماتشات، وشفنا لعيبه كتيره جدا كان بيبقى فيه ما بتعملش مشاكل كبيره تستدعى ان انت تاخدي قرار 4 ماتشات او 5 ماتشات. ولكن اللي انا عايز اقوله طبعا مجلس الاداره الجديد بتاع اتحاد الكوره اكيد جاي وعايز يثبت وجوده، اللجنه الثلاثيه وعايز يبين ان هو في قرارات بتحصل، لكن لازم يبقى في وقفه ولازم يفكروا كويس، لازم يبقى في فير شويه. وانا شايف ان الحكام كمان، بعض الحكام لان في حكام مميزه جدا، بعض الحكام بتيجي قدام النادي الاهلي عايزه تثبت ان هي حكام كبيره جدا، وخصوصا كمان دلوقتي موضوع الفار يا كابتن هاني كله بيتكل على الفار، يقول لك انا ماليش دعوه انا اروح اشوف الفار وماليش دعوه. لا انت شايف انت القرار موجود وانت شايف الكوره موجوده وفي قرارات كتير جدا لازم تحسمها، احنا بنشوف بره مش لازم كل حاجه على الفار. فبالتالي انا شايف النادي الاهلي يعني في حته ظلم من ناحيه التحكيم، ولكن حتى في قرارات كابتن سيد عبد الحفيظ وحاجات كتيره جدا، لكن انا مش قلقان على النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بيكسب بحكام ولا باي حاجه، احنا لسه المشوار طويل وان شاء الله نبص بقى للماتشات اللي جايه. هو في نقطه برضو كابتن امير، ويمكن دي كانت ليها علاقه بمشوارك مع النادي الاهلي. انت عارف طبعا الشناوي رقم واحد في مصر والنادي الاهلي بقاله فترات طويله، غيابه عن مباراه 4 مباريات و 4 مباريات مهمه، وشايف ده ازاي من خلال الحارس رقم 2؟ انت كنت برضو في وقت من الاوقات الحارس رقم 2 وجات عليك ظروف انك فوجئت او لقيت نفسك خلاص لازم هتبقى الحارس رقم 1، وده اللي بيطبق على علي لطفي دلوقتي. تمام، عايزين نعرف منك يعني رؤيتك للجزئيه دي، حراسه المرمى في غياب الشناوي، و من خلال خبراتك لان مر عليك نفس الظرف بالنسبه لعلي لطفي، تشرح لنا علي بيفكر ازاي دلوقتي زي ما انت كنت بتفكر في وقت حصل معاك نفس الموقف يعني. انا كان موقفي يا كابتن كان اصعب بكتير، ولكن انا عايز اقوله طبعا الشناوي حارس مميز جدا جدا ومن اهم اللعيبه اللي موجوده عندنا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، ولكن انت عارف حضرتك النادي الاهلي لازم يبقى في كل مركز 2-3 جامدين. النهارده بنشوف علي لطفي، عندنا مصطفى شوبير موجود، مصطفى خد في ماتش الكاس وعمل ماتش كويس جدا. انا شايف ان الحراس كل واحد مستني فرصه، كل واحد بيتمرن وبيخلص على اساس ان هو وعنده يقين ان هو هيجيله في اي وقت هيلعب. النهارده شفنا قرارات وقف للشناوي، ممكن كورونا، ظروف كورونا تخلي اي حارس او اي لاعب موجود في الملعب. فاعتقد ان علي يعني مميز موهوب، عنده خبرات، لعب قبل كده الناس كلها شافته، شارك مصطفى شوبير الناس عندها ثقه فيه كبيره جدا. فانا شايف ان شاء الله علي مستني الفرصه وان شاء الله هيأدي بشكل كويس، ولعب قبل كده في افريقيا ولعب في الدوري، فاكيد هو مستني كمان في الدوري بالظبط. يمكن انا كمان يا كابتن في النادي الاهلي لازم ما فيش حاجه اسمها 1 2 و3، لكن في ظروف بتخلي الحارس بيلعب بشكل اساسي، الحارس الثاني ممكن يبقى جيله وقت يبقى رقم 1. يعني انا مثلا حصل لي
قبل كده ان انا لما الحضري مشي كنت رقم 2، لما مشي بقيت رقم 1 وقعدت فتره كبيره جدا بلعب رقم 1، بعد كده رمزي صالح كان موجود رقم 2 واحمد عادل عبد المنعم رقم 3 وهكذا، محمد الشناوي نفسه كان معانا رقم 5 وما يقس وقعد يتمرن واشتغل على نفسه وراح لعب خد خبرات في انديه ثانيه ورجع ثاني النادي الاهلي معزز مكرم واثبت نفسه بمجهوده ان هو يبقى رقم 1. ولكن انا عايز اقوله ان علي ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ما فيش اي قلق. طبعا الشناوي زي ما قلت مميز، ولكن علي جاهز وعلي موهوب ومصطفى شوبير برضو من الحراس المميزه اللي موجوده وان شاء الله ما يبقى فيها قلق. هو اي لاعب لازم يحط في دماغه انه يعني في اي لحظه لازم يكون ستاند باي، يعني زي الموقف النهارده اللي حصل للشناوي. انت النهارده الشناوي حتى الحكم ما ادانوش، يعني في تقرير الحكم لم يدين يعني محمد الشناوي، وبعدين غرمه كمان غرامه ماليه، وقفوا 4 ماتشات. انت يعني شفت ده ازاي؟ ده اجحاف ولا شفت ده وجهه نظر حكم قد تكون سليمه؟ يعني امير قراها ازاي؟ انا شايف ان المفروض ان تقرير الحكم مرتبط بقرارات اتحاد الكوره اعتقد، يعني فهو الراجل مش كاتب اي حاجه في التقرير. لا وزي ما قلت اللجنه هي عايزه تثبت ان هي تاخد قرارات، بس لازم تاخد قرارات برضو بناء على قرارات الحكم، خصوصا يا امير ان كمان الحكم ما كانش ليه قرار اداري. يعني عارف قرار اداري، انت عارف ان ممكن من حق الحكم انه ينزل لعيب او يطرد لعيب بعد المباراه بالظبط، فما كانش في قرار اداري. يعني الحكم لو شايف ان كان في تعدي بشكل صعب شويه كان ممكن جدا يرفع الكارت الاصفر او حتى الكارت الاحمر لمحمد الشناوي، وبالتالي تنطبق عليه العقوبه، لان في عقوبه اداريه بانذار او طرد وفي تقرير وبالتالي بيتبني على دوت القرار. صح. لكن قرار مبني على ايه؟ دي علامه استفهام. هي دي بقى النقطه كابتن، ان زي ما قلت ان اللجنه الثلاثيه اللي موجوده كل واحد عايز ممكن يكون راي واحد في اللجنه مش راي الاغلبيه. طبعا ده قرار شخص واحد، وبعد كده طبعا قال لك عشان نبقى برضو احنا اقوياء، يعني اقوياء جامد قوي وناخد قرار مع النادي الاهلي عشان بعد كده كله يخاف. لكن مش النادي الاهلي عمره ما بيخاف من حد، النادي الاهلي مش عايز غير ان هو يبقى فير، النادي الاهلي ما بيكسبش بحكام ولا اي حاجه، بس عايز يبقى فير، قرارات فير. زي ما قلنا شفنا الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل كده توقف برضو واتخصم منه فلوس واتغرب، النهارده محمد الشناوي طب بناء على ايه انت وقفته؟ وبناء على ايه ان انت النهارده الغرامه الماليه؟ يعني بناء على ايه؟ لازم يبقى في تقرير من الحكم. النهارده ما فيش تقرير من الحكم، ودي قرارات اعتقد ان هي مش عايز اقول عشوائيه على قد ما هي لازم في عقلانيه شويه في القرارات. وزي ما قلت النادي الاهلي برده مش هيقف على الحكم، بس بدات بدري شويه، الاخطاء التحكيميه وجدل التحكيمي ده بيبدا النهارده من الجوله الثامنه، لسه بدري قوي. بالظبط، وفي ضغوطات طبعا من الناحيه الثانيه، ولكن انا شايف النادي الاهلي لسه المشوار، والنادي الاهلي نفسه اقوى، النادي الاهلي هدفه اكبر من اي حد. النادي الاهلي بيلعب على البطوله مش على ماتش، وزي ما قلت لحضرتك كابتن هاني وسام ان النادي الاهلي طبيعي انه هيجي له وقت هيقع فيه ماتش او ماتشين او ثلاثه، وكويس ان هو جه في الاول بحيث ان احنا نرجع تاني الثقه، وفي نفس الوقت في نفسنا وفي الجمهور، وفي نفس الوقت يبقى في سلبيات نعالجها، ومن اول المدرب لحد اللعيبه، وان شاء الله خير. يعني من الناس ما تقلقش، انا مش قلقان، يعني ده حصل قبل كده كتير جدا لينا يعني قبل كده. طيب نخش في جزء تاني، جزء تقييم موسيماني. بعض الناس بدات تقيم موسيماني بشكل سلبي شويه، او شافت يمكن مباراه البنك الاهلي قبليها كان بعض الاشواط زي الانتاج الحربي او وادي دجله بداوا يقلقوا شويه من تقييم موسيماني على المستوى الفني. شايف ده ازاي؟ وشايفه ده صح ولا غلط؟ انا شايف ان هو غلط. شايف الناس تقييم عامه في مصر عامه لما بيشوفوا الحاجه الحلوه بيقيموها حلوه، لو حصل حاجه للحاجه الوحشه دي اي ظرف او اي حاجه يبقى خلاص ده الموضوع انتهى. الراجل واخد افريقيا، والراجل واخد دوري، والراجل ليه اسم كبير جدا، والراجل عامل ماتشات كويسه جدا. مش عايز اقول ظروف الماتش، ومش عايز اقول الامطار اللي كانت موجوده، للنادي الاهلي متعود على ده، ولكن ظروف ماتش بتحصل يا كابتن. الملعب مش عايز اقول برضو الملعب ضيق والكلام ده كله مش على النادي الاهلي برضو، ولكن هي ظروف مباراه فيها توفيق وعدم توفيق، والناس صحيح. كلها عارفه ان الماتشات بيبقى فيها توفيق وعدم توفيق. النهارده لو كان في توفيق لكره ايمن اشرف اتحسبت في التوفيق في التحكيم في القرار، كان خلاص اتكسبت 1-0. في كذا هجمه لينا ما كانش في توفيق،
لبدر بنون وشفنا بواليا برضو وشفنا كذا حد وحسين الشحات في كم تصويبه ماتش الفرص الضائعه ده كم تصويبه هو هنا بقى دي اوف بتاع النادي الاهلي ولكن ده مش هيحصل كتير تمام هي ظروف مباراه وتوفيق وعدم توفيق في مباراه ولكن الناس اللي هي بتقيم مستر موسيماني راجل ماشي كويس جدا راجل اسم كبير جدا وراجل بيلعب بشكل كويس جدا ولكن زي ما قلت هي اداني الكابتن محمد يوسف كمان كان ليه دور في ان هو يقفل الملعب وانه يلعب بثلاثه ورا او يلعب بخمسه ورا هو اللي صعب المهم مع الاهلي هو طبعاً. اللي صعب وجوده كمدير فني محمد يوسف تحديدا يعني أنا هو اللي صعب المهم على موسيماني شويه هو طبعا عارف لعبة النادي الاهلي وعارف الميزات بتاعت النادي الاهلي والسلبيات بتاعت النادي الاهلي مزايا يعني والسلبيات فهو طبعا راجل خبره وكابتن قاري وكان عارف اللعيبه وعارف الاحتياطي لما ينزل عارف او عامل حسابه ولكن زي ما قلت النهارده الكورة فيها توفيق وعدم توفيق لو احنا كنا جبنا جول في نص الماتش او اول الماتش كان ممكن يطلع 2 3 لكن انت كان الدي اوف بتاع النادي الاهلي والكلام ده كله كان هيتغير يعني نفس اللهجه ديت وهاخد من النقطه ديت النادي الاهلي لو جاب حتى جون في الدقيقه 90 اعتقد ما كانش هيبقى فيه الانتقادات ديت كنا هنقول على بعض السلبيات لكن كان الامور هتعدي ونفس الكلام بالنسبه للموسيماني انا مش حابب دايما ان احنا نبقى في وده اللي قلته من بدايه التعاقد مع موسيماني مش عايزين ناخد الامور ان مدرب كويس فنبدا نعلي سقف طموحاتنا جدا وفي نفس الوقت لما الراجل بيشتغل وطبيعي جدا في مشوار الدوري ممكن اصل المدرب زي اللعيب ممكن يبقى في يوم موفق فيه يوم مش موفق فيه وبالتالي التقييم وده عاده النادي الاهلي بصراحه ان التقييم بيبقى مع نهايه السيزون مع نهايه بطوله مع تقييم لفتره طويله جدا فانتقادات برضو بعض الناس ممكن تكون مش في محلها دلوقتي يعني ممكن الامور دي تتاجل شويه بالعكس احنا دايما سبورت للجهاز الفني يعني طبعا هو زي ما قلت يا كابتن قبل كده يعني ناس اول ما جت اول ما جه موسيماني قالوا ازاي حد من افريقيا يمسك النادي الاهلي ونزلنا الاهلي يجيب حد من افريقيا عامه وما حصلتش قبل كده لكن انا عايز اقول ان الراجل عنده خبره كبيره جدا والراجل معاه جهاز فني على اعلى مستوى كله بيشتغل كويس جدا الراجل بتاع ميشيل حل الاداء والراجل بتاع اللياقه البدنيه وعندنا طبعا مش عايز انسى مدرب حراس المرمى الايطالي راجل جامد جدا وراجل كويس جدا وعامل شغله كويس جدا مع كل الحراس اللي موجوده فانا شايف ان الجهاز وطبعا بالاضافه للكابتن طبعا سامي قمصان اللي موجود بخبراته وكابتن سيد عبد الحفيظ اللي موجود فاللي انا شايفه ان الناس ما تستعجلش لسه المشوار طويل جدا والنادي الاهلي زي ما قلت النادي الاهلي هدفه هو دوري النادي الاهلي هو هدفه ياخد الكاس كاس مصر النادي الاهلي هدفه انه ياخد افريقيا وكمان احنا ان شاء الله بنستعد كمان لكاس العالم للانديه ده برضه يعني مش عايز اقول واخد من تفكيرنا او من تركيزنا لكن النادي الاهلي بياخد بطوله ببطوله وماتش بماتش فانا مش قلقان خالص على النادي الاهلي شايف ان موسيماني بيفكر في ده من دلوقتي وهو بيلعب مباريات الدوري دي لان يعني برضو من بعض يعني في بعض الناس اللي بتهاجم النهارده موسيماني على السوشيال ميديا بتحط الجزئيه ديت يعني ان انت طبعا انت اتكلمت كلام مهم جدا ان انت ما ينفعش ان انت تحاسب واحد بالقطعه بتحاسبه على مجمل اعمال زي الفنانين كده بس النهارده الـ 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 الجزئيه ديت برضو انت شايفها ازاي يا امير زي ما قلت يعني ما ينفعش يعني نقيم الراجل بماتش بماتش هو شايف كاس العالم للانديه هو بيلعب مباريات الدوري ولا لا مش هو طبعا عارف ان النادي الاهلي هو جاي عارف قيمه النادي الاهلي وعارف ان النادي الاهلي بياخد ماتش وبيركز في ماتش وبعد كده صفحه تتقفل ياخد الماتش اللي بعديه بطوله بتتقفل وياخد بقى يركز في البطوله اللي بعديها لكن هو طبعا نفسه يعمل حاجه في كاس العالم للانديه عارف امكانيات النادي غير التمثيل المشرف لا لازم يحتل مركز جيد يعني بالظبط كل ده تفكير اكيد خد منه ولكن هو اعتقد مش هيبقى بيفكر يا كابتن هاني وسيام برضو في كاس العالم للانديه دلوقتي هو برضو بياخد منه تركيزه ولكن مش تفكيره كله 100% ان هو يعمل حاجه يعني عندنا دوري وبعد كده نبص بقى لو عندنا كاس وبعد كده نبص لكاس العالم للانديه هي خطوه خطوه هو عارف النادي الاهلي نادي كبير وعارف النادي الاهلي بياخد كل خطوه واحده واحده وستيب باي ستيب فبالنسبه له يعني التركيز مش هيبقى كاس العالم للانديه بس هو اللي واخد تفكيره ولكن زي ما قلت الناس كلها قامت
والدنيا قامت عشان النادي الاهلي تعادل مع احترامي الكامل لنادي البنك الاهلي. وده ماتش وارد ان هو ممكن يحصل في نص السيزون، ممكن يحصل في قبل الاخر. فانا شايف ان الناس ما تستعجلش عليه، وشايف ان هو مركز كويس جدا جدا وما يفكرش في حاجه. والنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، مسؤولين في النادي الاهلي سبورت ليه جدا، ومفيش اي مشكله خالص. خلي بالك امير، دي ماتشات بتحصل كتير جدا. لسه من 10 ايام تقريبا البايرن ميونخ في كاس انجلترا خرج من كيل ده من الدرجه الثانيه، بايرن كان بيلعب بكامل صفوفه، بتتكلم على مولر، بتتكلم على كل اللعيبه المميزه، ليفا وكل حاجه. ما قامش بقى الناس قال لك اصل يعني فليك دوت، لا احنا بنتشكك فيه، لان الموضوع هناك مختلف. ونفسي الثقافه دي تبقى في مصر كمان، في جزئيتين اللي اتكلمت فيها. الجزئيه الاولانيه ان احنا مع يمكن نجاحات قريبه ما نرفعش طموحاتنا قوي، وفي نفس الوقت مع تعثر او تعثر في مشوار طويل كمان ما نهدش المعبد يعني. فالجزئيه دي عايزه شويه من يعني الهدوء شويه في تقييم موسيماني بشكل كبير. طيب امير، رايك ايه في صفقات النادي الاهلي لغايه دلوقتي؟ يعني احنا عندنا صفقتين غير طبعا الاعارات، رايك ايه في اللعيبه اللي انتدبها النادي الاهلي او تعاقد معاها في الفتره الاخيره؟ انا شايف يا كابتن الصفقات مميزه جدا جدا، لان النادي الاهلي لما جاب صفقات في المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها. عندنا لعيبه كتيره جدا، في بعض اللعيبه مشيت، ولكن النادي الاهلي طبعا ما بيقفش على حد، ولكن الصفقات اللي موجوده انا شايف ان هي صفقات مميزه جدا جدا. وعايز اقول للناس ان والتر بواليا لعيب مميز جدا جدا وراجل هداف، وعايزين ما نستعجلش عليه برضو يا كابتن، لان النهارده لو الراجل كان جه من اول لمسه جاب جول، او من اول ماتش جاب جول، والماتش اللي بعديه جاب جول، برضو الناس كانت هتعلي فيه قوي. لو ما كانش جاب جول هيقول لك ده مستواه قل قوي. فانا شايف ان هو مميز جدا، الناس هتصبر عليه. وهداف عنده خبرات، وكان هداف في الجونه، وان شاء الله هيبقى معانا مع الناس اللي موجوده، اللعيبه الكويسه المميزه، هيقدر يثبت نفسه. بدر بنون لاعب مميز جدا جدا جدا، انا ما كنتش الحقيقه عارفه، لكن لما النادي الاهلي قال ان هو جاي انا ابتديت اعمل سيرش عليه، اتابعه في ماتش الزمالك، لعيب مميز جدا. واكيد كابتن هاني يعني طبعا مركز، انا لعيب هايل، مركز طبعا عنده شخصيه النادي الاهلي، عنده راجل دولي، عنده شخصيه في الملعب، شخصيه في قراراته، فلعيب مميز جدا جدا. شايف كل اللعيبه طاهر يعني، كل الناس موجوده. وكمان من الحاجات الكويسه جدا الايجابيه يا كابتن هاني وسام، ان احنا النهارده الناس اللي كانت عندها اعاره رجعوا بخبرات كويسه افادتهم ان هم يلعبوا في انديتهم ويرجعوا تاني. النهارده بنشوف كل اللعيبه اللي هم كانوا اعارات النهارده مميزين، حتى احمد ياسر ريان لما مشي النهارده فارق مع سيراميكا كليوباترا. فبالتالي هو يعني انا شايف ان هو يعني الصفقات اللي جت مميزه مع بعض اللعيبه اللي رجعت من الاعارات. فانا شايف النادي الاهلي الحمد لله عنده وفره كبيره جدا من اللعيبه، وان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي الفتره الجايه، ونعمل حاجه كمان كويسه في كاس العالم باذن الله. بمناسبه الصفقات وذكرك لبواليا، شايف بيتعامل ازاي مع الضغط او النهارده اللي بيقابله في وسائل الاتصال الاجتماعي، هو حسين وهو اجاييه، يعني عدد طبعا من اللعيبه اللي بتحصرهم كم الضغوطات الرهيب، وده متعرف عليه في اي توقيت مهم بيمر فيه النادي الاهلي يعني، او طبعا بينتظروا مشوار يعني. طبعا كل لاعب يعني لما قبل ما يجي النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي، وعارف ان في ضغوطات جامده جدا في النادي الاهلي، وده دور كبير جدا بيقوم بيه كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني وكابتن سامي مصان. يمكن اكيد بيقعدوا مع اللعيبه بيعرفوهم يعني ايه النادي الاهلي، في ضغوطات في النادي الاهلي، ما تفرحش قوي لما تجيب جوال وتبقى مميز، لازم تتواضع ولازم تعرف ده الطبيعي انك انت تيجي تضيف للنادي الاهلي. ولو حصل دروب ولا حاجه بيقولوا له لازم يبقى عندك ثقه في نفسك وانت عارف قيمه النادي الاهلي. اكيد ده دور كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي وكل الجهاز الفني اللي موجود. فانا شايف ان وكمان بولي عنده شخصيه يقدر يستحمل الضغوطات اللي موجوده. عند حسين الشحات طبعا نفس القصه، كل اللعيبه عارفه وعارفه قيمه النادي وعارفه ان في ضغوطات، فبالتالي هيقدروا يطلعوا من ده ان شاء الله مكسب بمكسب باذن الله يعني. ان شاء الله اللعيبه تفضل. امير، تفتكر النادي الاهلي محتاج صفقات قريبه في مراكز معينه وناقش الكلام؟ على سبيل المثال مثلا محتاجين باك يمين، احنا عارفين ان محمد هاني لعيب مميز، لكن الفترة الأخيرة كان برضو غياب كورونا، جربنا أحمد بيكام، جربنا أكرم توفيق. تفتكر في مراكز معينة لسه النادي الأهلي محتاج فيها تدعيم؟ أنا شايف يا كابتن المركز الوحيد اللي ممكن نبقى محتاجينه فيه شوية هو الباك رايت. يعني ممكن حد يجي يعني يساند محمد هاني. أنا مش عايز لاعب يبقى موجود بيأدي بس، أنا عايز لاعب يكون موجود في المكان ده. باك يمين باك يمين باك يمين
استفاد بيه مش يسد خانه. احنا عندنا لعيبه كويسه، انت عندك اكرم توفيق ممكن يلعب، حسين الشحات بيلعبها، ممكن بيكهام بيلعب. احنا شفنا قبل كده كابتن ايام ما كنا بنلعب بركات لعب باك رايت في ماتش اهلي وزمالك ادى بشكل كويس، لكن ما كانش احمد فتحي، ما كانش محمد هاني مثلا، لكن ادى بشكل كويس وكان خطر جدا. لكن اللي انا عايز اقوله النادي الاهلي لازم يبقى عندي ثلاث حراس مرمى مميزين، لازم عندي في الدفاع أربعة خمسة جامدين، ناحية اليمين اثنين ثلاثة جامدين. فأنا شايف إن محمد هاني دلوقتي وجوده طبعا مهم جدا، ولكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن موضوع الكورونا إصابات الحاجات دي كلها لازم يبقى عندك بديل كويس. النهارده محمد الشناوي فجأة أنت توقف، ممكن وارد كان يبقى لا قدر الله في كورونا أو في أي حاجة تانية تمنعه، فلازم يبقى كل لعيبه في كل مركز 2 3. واحنا الحمد لله عندنا صفقات وعندنا وفره كبيره جدا، لكن الحته بتاعت الباك يمين انا شايف ان هيبقى ممكن يبقى فيها مشكله لو في محمد هاني غاب وما كانش مستمر في اللعب. شايف ان دي ممكن تبقى باكم لعب في الثلاث مراكز، اقنعك في اي مركز فيهم يا امير؟ انا شايف ان باكهام في الحته اللي هي في القلب دوره مهم دفع. لكن هو بيأدي بشكل كويس، ولكن هتلاقيه برضو المكان غريب عليه شويه يا كابتن، مش عارف يعمل امتى كروسات، مش عارف امتى يغطي، الحاجات دي كلها هتفرق. غير المكان اللي محمد هاني مثلا هو صغير فيه، احمد فتحي لما كان موجود، كابتن ابراهيم حسن لما كان، كل الناس المميزه في مكانها خد خبرات ولعب فيها، فممكن ادي النهارده. حسين شحات بيأدي، لكن النهارده حسين شحات بفتقده في الحته الهجوميه لو هو لاعب باك رايت. اكرم توفيق يعني برضه في وسط الملعب، اعتقد اكرم توفيق افضل لوسط الملعب بالظبط. وعايز اضيف لك كمان، ما اعرفش اذا كان كلامي صح ولا لا، محتاجين باك شمال. يعني انا كمان شايف ان علي معلول بيأدي بدور اكتر من رائع، وانا دايما عندي فيجن السنين اللي قدام، انا ما ببصش تحت رجلي دلوقتي. علي معلول ما شاء الله من احسن يعني احسن باك ليفت في مصر وفي افريقيا، لكن كمان يمكن 30 سنه او اكتر. انت البيك اب بتاعك محمود وحيد لعيب كويس لكن ما بياخدش كتير، طب انت مش محتاج كمان باك شمال وجهه نظرك؟ هو الراجل يا كابتن ممكن يكون بيفكر ان انا لو احتجت حد ناحيه الشمال ممكن ايمن اشرف يقوم بالموضوع دوت، يسد في الموضوع ده. ايمن بقى في ميزه لو لعب باك ليفت، غير بقى باكم لما لو لعب باك رايت او حد لعب باك رايت. ليه بقى؟ ايمن اشرف عنده الحته الهجوميه برده كويسه والحته الدفاعيه كويسه، عنده كورسات كويسه، بيكمل كويس، لان هو في سموحه لما انا كنت بلعب معاه في سموحه كان من هدافي الفريق برده. ايمن عنده اختراقات كويسه، باك شمال باك شمال باك شمال باك شمال، ولعب في المنتخب باك شمال باك شمال، ومع النادي الاهلي باك شمال باك شمال، لان هو احنا شفنا اخر ماتش عمل كذا فاول لينا، عمل كام كروس، كان جاب الجول. فهاني ايمن اشرف لعيب مميز ولعيب في الحته دي انا مش قلقان فيها لو علي معلول غاب، على قد ما انا الان لو محمد هاني غاب في الحته اليمين. فانا شايف ان ممكن تفكير حتى كمان يا كابتن لما يجي الصفقات نجيبها، اكيد الصفقات بتيجي لمدير التعاقدات امير توفيق والناس اللي موجوده، باشمهندس عادل قيعي، بيقعدوا مع الجهاز الفني، لجنه التخطيط طبعا كابتن محسن صالح وكل المسؤولين زكريا، كل الناس اللي موجوده بيقعدوا مع بعض. انتوا محتاجين ايه في ايه المركز اللي هو مثلا ناقص فيه؟ طب ده لو احنا ما جبنا نجيب حد هنا في المكان ده ولا ما نجيبش؟ لا، ما عندك في فلان الفلاني ممكن يأدي بالشكل ده كويس. لكن انا شايف اللي هي الحته ناحيه اليمين هي دي اكتر حته محتاج حد فيها يكون فعال ومميز في الحته ناحيه اليمين مع هاني، مع محمد هاني. لكن حته الشمال يعني علي معلول بيأدي، محمود وحيد ممكن لو لعب برضه بيأدي، ايمن اشرف بيأدي بشكل كويس، ان ايمن كمان وهو صغير هو اصلا باك ليفت حقيقي، ولما لعب معانا سموحه لحد اخر يعني ماتش في سموحه بيلعب قبل ما يجي النادي الاهلي باك ليفت، وبيهاجم وبيجيب اجوال، وشفناه امبارح هو اللي جاب الجول وعنده كروسات مميزه. ده هي الفكره، ان مش عايزين نخسره في السيرد باك، لان ايمن اعتقد مع بدري بانون عامل ثنائيه جيده جدا. في عندنا سيرد باكات رجع بالزبط. في رامي، في سعد. كمان محمود متولي، في سعد سمير، محمود متولي. فيعني الواحد دايما بيفكر لقدام، يعني يكون في كمان بيك اب. ليه المشكله ان يكون عندك كمان لعيب صغير باك شمال يتواجد مع النادي وياخد خبراته ويبقى ليه دور؟ يعني ده وجهه نظر الشخصيه يعني. القايمه كلها السنه دي بصراحه قماشه واسعه جدا، يعني موسيماني عنده في كل مركز، خاصه المركز هجوم، عنده في وسط الملعب عنده لعيبه رائعه، القايمه كلها رائعه، لكن دايما الواحد بيتطلع للمستقبل شويه كمان، ان احنا نزود يمكن لاعب او اثنين. ده يعني ده تفكير على المستوى الشخصي. هو طبعا على لونج ران طبعا حضرتك عندك حق في كل حضرتك بتقوله يا كابتن، ان انت عندك برضه لقدام، لان علي معلول ما تضمنش، ممكن علي يجي له عقد احتراف، مش هنقول بقى ان هو كبر ولا عقد احتراف، مين اللي هيلعب ناحيه الشمال؟
يبقى برضه لازم حد مع ايمن، لكن ايمن هيأدي. طبعا ناحيه اليمين نفس القصه، محتاجين حد مكان محمد هاني. لكن انا عايز اقوله برضه الراجل يعني مميز جدا، واللي ساعده التغييرات الخمسه، احنا الاول كان فيه ثلاث تغييرات، النهارده فيه خمس تغييرات، فعنده فرصه النهارده. انت بتشوف يا كابتن حضرتك كل ماتش في ناس مختلفة. ناس بتلعب في الحتة اللي قدام بيلعبوا بكل ماتش باتنين تلاتة جداد، بتلاقي التغييرات من جوه الملعب، من جوه الملعب، والناس التغييرات اللي بتنزل برضه ناس كتير جدا. فده هو راجل مميز وعنده رؤية وعارف وعنده ثقة في اللعيبة، بيلعب على العامل النفسي كويس جدا. ودي حاجة ميزة جدا 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 في مدرب. أي مدرب في العالم، وحضرتك عارف كابتن هاني الكلام ده، إن المدرب لازم يشتغل على العامل النفسي. فأنت النهاردة هو عنده لعيبة كويسة جدا مميزة، عندك النهاردة تغييرات الخمسة بيساعدوه، غير الأول كان ثلاثة بيبقى صعب جدا. يمكن الكلام ده كان أيام مستر مانو جوزيه، كان طبعا مدرب عظيم ومدرب كويس جدا، لكن عنده ثلاث تغييرات بس، هو ما كانش بيغير كتير، حتى الفرص بتاعت الناشئين ما كانش كتير. النهاردة احنا في ناس أعراض من الناشئين راحوا، أعراض، وفي عمار حمدي، وفي أعتقد في حد بدر، والعربي، وفي ناس كتير راحت البنك الأهلي، في لعيبة اتنين أو حاجة. لكن عايز أقول إن الراجل برضو بيلعب على العمل النفسي وحقه، راجل شايف ان كل لعيبه وعايز يعمل تنافس قوي جدا بين اللعيبه، مش عايز اخلي حد ان انا اساسي في المركز بتاعي، لا انت بيعمل روتيشن كتير جدا جدا وتدوير جوه التيم والتغييرات والحاجات دي كلها. ومره يبدا النهارده بشريف، ومره يبدا ضالي. في ناس بتاخدها على موسيماني، يعني في ناس واخدها مع موضوع الروتيشن وان انت تبدل اربع خمس لعيبه في توقيت واحد، في ناس بتاخدها على ملاحظه على موسيماني. بص يا سلام، لو هو بيكسب ما حدش يقدر يفتح بقه ولا يتكلم. لكن هو هدي الكوره، وده حالنا احنا في مصر النهارده. الناس عايزاك في التوب على طول، لكن انا عايز اقوله النادي الاهلي لازم يبقى في التوب. انا معاكي، واللعيبه والمدرب وكل حاجه، ولكن لازم الناس تفهم ان دي كوره، ولازم هيجي لك يوم مش هتبقى موفق فيه. لازم تغييراتك هتبقى موفقه، وفي تغييرات مش هتبقى موفقه، في لعيبه هتنزل تصنع الفارق معاك، وفي لعيبه مش هتبقى موفقه. دي الكوره بتحصل. فالراجل انا شايف ان الراجل ماشي كويس جدا. واحنا كمسؤولين يعني مسؤولين في النادي الاهلي، ولازم يبقى الناس كلها بتساند، وان شاء الله خلاص انت ماتش اتقفل، الصفحه اتقفلت البنك الاهلي، انت عندك ماتش جاي تبتدي تشتغل عليه، وبعد كده ان شاء الله بقى بعد ما نقرب الكاس العالم للانديه نبتدي. وعندك حدث عالمي عايز اكلمك في ده، في ظل بقى اللي احنا قلناه ده كله، مطمن على الاهلي وهو داخل على كاس العالم للانديه؟ انا عارفه ان انت عشت الاجواء دي وعشت اجواء البطوله دي، كلمني عن كواليسها، عشتها ازاي؟ مختلفه ازاي عن النهارده عن 2021؟ اكيد مختلفه، اكيد مختلفه. بس اللي انا عايز اقوله ان النهارده برضو النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا. انا متفائل جدا، ممكن انا كنت مع حضراتكم قبل كده وكان الناس قلقانه ماتش الوداد. صحيح انا مش قلقان، والناس انا واصحابي كانوا اهلاويه ومش عارف ايه وقلقانين، قلت لهم لا ان شاء الله هنكسب وناخد البطوله. كاس عالم الانديه ده حدث عالمي، حدث تاريخي، والنادي الاهلي الحمد لله بعد فتره كبيره جدا رجع ويرجع بقوه مع لعيبه كويسه. راجل برضو لعب كاس عالم انديه، خل او يعني خد بطوله، كان ممكن لو في كاس عالم انديه كان يلعب. اعتقد لعب كاس عالم انديه مع سان داونز، ولا مش فاكر، مش متذكر، بس اعتقد راح معاهم كاس العالم انديه. هو طيب. هو طبعا خد بطوله افريقيا مع سان داونز، بس يعني برضو بتوع الاعداد يساعدونا لو فاكر، لكن هو هنأكد، بس ما اعتقدش لعب كاس عالم انديه اول بطوله بالنسبه له، بس نتاكد يعني. على الاقل كابتن تابع النادي الاهلي ولعب وعارف النادي الاهلي، والنادي الاهلي اسم كبير جدا عالميا دلوقتي، اللعيبه اللي موجوده مميزه، لعيبه عندها خبرات، وشفنا حسين الشحات النهارده كمان بطموح مع العين الاماراتي وصل للنهائي. فليه لا ما ينقلش الطموح ده للعيبه، زائد ان اللعيبه عندها طموح اصلا. فانا شايف ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق، وانا متفائل جدا، واجواء بتبقى كويسه جدا جدا. يمكن على ايامنا كانت الامور صعبه والنادي الاهلي كانت الناس زي ما سامع قالت لك، الفرق شايفه ازاي؟ يعني في دايما ما بنحطش اسئله، او دايما ما فيش مقارنات ما بين الاجيال، لكل جيل وله ظروفه ولاعبته، لكن انت شايف يعني خلاص فعلا لعب معاهم كاس عالم انديه، موسيماني كان من ضمن مع سان داونز، فاكيد برضو عنده خبرات وعنده رؤيه فنيه يعني ان شاء الله يساعد بها النادي الاهلي. لكن عايز اتكلم على الفروقات ديت، انت شايف ازاي الفروقات ما بين، انت رحت بطوله كاس عالم 2006؟ رحت كل كاس عالم ما شاء الله، فكرنا بالكواليس دي، عايشنا فيها كده. ما شاء الله رحت، بس ما رحتش المغرب وما رحتش، مش فاكر، كان واليابان اللي بعديها بعد الاولى رحت حوالي ثلاثه.
ولكن الاجواء كابتن طبعا صعبه لان الظروف مختلفه. اولا كاس عالم انديه لما احنا كان على ايامنا لما كنت انا موجود كان في اليابان، الظروف مختلفه خالص. احنا قعدنا كنا بنروح بدري وكنا طول الوقت كابتن بننام، يعني مثلا احنا ما كناش بنرتاح وقعدنا فتره كبيره جدا 3 4 ايام عشان نتاقلم على الجو. احنا قعدنا هناك مثلا 3 ايام لو احنا مستنيين الغدا في الريسبشن اللعيبه تبقى نايمه في الاوتيل، رايحين التمرين كل الناس نايمه، قعدنا 3 ايام عشان تتأقلم. والدنيا صعبه جدا 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 هناك والجو. ولكن انا عايز اقول يا كابتن احنا بنستعد وظروف المباراه الاولى هتفرق معاك، يعني انت بتروح الحمد لله لما احنا كنا موجودين كسبنا اوكلاند سيتي تقريبا او حاجه في الاول 2-0 بعد كده ادانا الدافع القوي تمام. دخلنا بعد كده انترناشونالي كان عندنا امل وتعادلنا ودخل فينا جول وخسرنا بالعافيه اعتقد في الدقائق الاخيره، وكان عندك طموح ان انت تكسبه وتوصل مع برشلونه فاينل، فده طموح. في كاس عالم برضو تاني اول ماتش اتحاد جده خسرنا فيه فالطموح قل فابتديت يعني تلعب بدايه لازم بدايه ان شاء الله لازم البدايه مهمه جدا اول ماتش مهم جدا واللعيبه كلها لازم يبقى عندها استعداد قوي جدا. يمكن انا اتذكر كمان يا كابتن كاس عالم انديه لما انا خدت ثلاث العالم الحمد لله كنت لعبت ماتش انترناشونال نزلت سيمي فاينل لا هو ماتش انترناشونال نزلت مكان حضري كان مصاب وبعد كده لعبت انا الثالث العالم ويمكن انا لعبت وانا مصاب وتعورت كذا مره قبل التمرين وفي الماتش والحاجات دي كلها وكان عندنا امل كبير جدا ان احنا نعمل حاجه لنادينا وبلدنا ان احنا نعمل مركز اول حد برضو في تاريخ مصر ان النادي الاهلي يوصل وياخد ثلاث العالم الانديه. الظروف كانت صعبه جدا وكان الاجواء صعبه جدا، لكن انا شايف ان الظروف دلوقتي الجو اعتقد مختلف، قطر قريبه الجو مختلف، اللعيبه الملاعب كويسه جدا جدا مش هتقل عن اليابان. ملاعبين تم تحديدهم النهارده بالظبط ملاعب طبعا كويسه جدا هناك، ولكن عايز اقوله برضو جمهور برضو ليه دور ممكن يبقى حاجه ايجابيه لينا، وبرضه احنا كنادي الاهلي برضو بنلعب قدام جماهير مش هتفرق، ولكن الجمهور برضو بيعمل ضغط طبعًا شويه طبعا. اللعيبه ان شاء الله عندها خبرات كبيره جدا، عندنا لعيبه مميزه ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه. انا متفائل ان شاء الله في كاس العالم للانديه باذن الله يا رب. ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا كابتن امير، ربنا يخليك كبير، وان شاء الله بقى الفتره اللي جايه او يعني وجودك معنا في البيت الكبير المره الجايه نتكلم بقى على مشوار كابتن امير واستعداده واكاديميه النادي الاهلي إن شاء الله، لان ده كمان مستقبل لازم نتكلم عليه ان شاء الله. كابتن ميرسي جدا لحضرتك وليك يا سلام، وانا مبسوط جدا دايما ان بيتي في قناه الاهلي. ميرسي جدا دايما. شكرا جزيلا ليك. بعد الفاصل نستقبل الكابتن القدير فتحي نصير في البيت الكبير. اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من البيت الكبير، ووصلنا للفقره الحواريه الاخيره معنا الكابتن القدير، تاريخ كبير جدا الكابتن فتحي نصير، هيكلمنا اكيد عن خبراته الكبيره جدا جدا من خلال وجوده في الاتحاد الافريقي، خلال وجوده في الاتحاد الدولي، من خلال خبراته الكبيره على المستوى الفني، عن المشاكل في الساحه الرياضيه والخاصه اكيد بالنادي الاهلي، واكيد هنفتح كمان ملف النادي الاهلي واستعداداته لكاس العالم للانديه مع كابتني الكبير الكابتن فتحي نصير. برحب بيك يا كابتن في البيت الكبير، ودايما بتنورنا ودايما بنستفيد من حضرتك. انا سعيد يا كابتن هاني بوجودك وبنتشرف بيك، ودايما اشوفكم انتوا الاثنين يعني بطلتكم الحلوه دي يعني حاجه وجبه دسمه كل يوم بنسهر معاها على راسنا يا كابتن فتحي. نورنا كابتن فتحي. مدرب النادي الاهلي ومنتخب مصر ومراقب ومحاضر في الاتحادين الافريقي والدولي، ما بين هدف ايمن اشرف وايقاف محمد الشناوي، في حيثيات في هذا الموضوع قريتها ازاي كابتن فتحي؟ قريتها الحقيقه يعني نيجي الاول لحته الهدف الايقاف الشناوي اللي اخر حدث يعني. طيب لازم نعرف حاجه يعني شويه حاجات، وبعدين منها هنقول على شويه بيانات، ومنها نقول نوصل للقرار اللي هو اتخذ ده. حكم اي مباراه لما بيجي حتى لما في البطولات العالميه، في البطولات المحليه، في البطولات القاريه، نعم. امتى تبدا سلطاته؟ تبدا سلطاته من اول ما يخش الاستاد، مش من اول الناس فاهمه ان هو لما يخش الملعب تبدا سلطاته من قبل، لكن السلطات في سلطات يقدر ياخد عليها قرارات اداريه وفي قرارات فنيه. القرارات الفنيه هي لما يخش المستطيل الاخضر يقول دي فاول دي مش فاول، ده اوت مش اوت، دي كده ماشي. اما السلطات الاداريه تبدا من اول ما يخش الاستاد، يعني لو هو جاي داخل الاستاد وماشيين كده وبعدين اللعيبه جم جنبه، فواحد من اللعيبه بيقول يوه هو ده الحكم اللي بيجي لنا ده حكم مثلا كده وشتم فيه،
في اللحظه دي سهل يرفع له كارت اصفر او كارت احمر يمنعه انه ما يخش المباراه، ما يلعبش المباراه من قبل ما تبدا، قبل ما تبدا وقبل ما يكتبوا حتى الليست. لعيب وعرفه بيقول هو انت كذا وراح كده، سهل يديله كارت احمر. فاذا القرار سلطاته في المنطقه دي. طيب تقول لي طب امتى؟ قبل المباراه، اثناء المباراه، ما بعد المباراه. بعد المباراه. فاحنا نيجي للقصه الشناوي، ما بعد المباراه. لو الحكم شاف ان اي لاعب او اي مسؤول او اداري او اي فرقه من منظومه كره القدم من اي احد الفرق جه و تلفظ او اتكلم او عمل له اي حاجه، هديله كارت احمر. يقول انا عادي جدا. طيب نسال نفسنا، هل هو الحكم ده ادى كارت احمر للشناوي؟ لا لا، ولا اصفر حتى. اذا مفيش، ما هو الاحمر اصعب. يعني الاصفر طبعاً. يعني انذار، لكن الاحمر ما اداش احمر. فاذا انت لما بتدي واحد كارت احمر يعني اذا ده عمل عقوبه، فانت بتدي له عقوبه اداريه مش فنيه لانك خارج الملعب. واحنا قلنا الكلام صحيح. ده سلطته بتبدا منين؟ وبالتالي طالما ما طلعش الكارت الاحمر عشان يدي للراجل ده، ما تقولش ان هو هيكتب في تقريره. يعني طالما ما فيش عقوبه اداريه قبل المباراه او بعد المباراه، وبالتالي التقرير هيخلو من هذه العقوبه الاداريه. ما فيش، انت يعني انت دلوقتي عقوبه اداريه عشان عمل ايه؟ بتقول انه احتك او ان هو جه يكلمك بطريقه، فانت بتدي له كارت احمر. مظبوط. يبقى ده قصور عندك كحق لو انت عايز، لكن هو اصلا ما اداش. هو طلب منه انه يكتب كده. طلب منه. أكيد يعني ايه طلب منه يا كابتن؟ الكلمه دي كبيره. لان لغايه يعني الساعه لان بعد المباراه بساعه، وهنعرف يعني مش هنقول اسماء، تكلموا معاه. الراجل قال لك لا ده هو بسرعه عفويه وكان جاي قلنا كده في الانترو، هو ده اللي حصل. بس وما كتبش في تقريره، بس الصحفي هيكتب اللي حصل بما يرضي الله. هو قال كده، ما اللي سال الحكم، اللي سال الحكم. اه وفي حاجات متسجله. يعني في مكالمه متسجله ان الحكم فعلا قال ان محمد الشناوي لم يخرج عن النطاق الرياضي، بدليل ان مفيش كارت. يعني لازم المنظومه دي لازم تتفهم، يبقى في كارت احمر. ادوني يقول له بناء عليه بعد المباراه حصل كذا كذا، فاداله كارت احمر واشهر الكارت الاحمر له، وكتب في تقريره ما حدث كان مفروض، لكن ده لم يحدث، ما فيش كارت احمر. وحيثيات القرار يا كابتن مبهمه شويه، لان مكتوب في حيثيات القرار ان محمد الشناوي تجاوز. و طيب انت جبت التجاوز ده منين اذا كان مش موجود اصلا في التقرير؟ اللي بيحكم قال تجاوز، ما هو التجاوز ده هو اللي يقوله الحكم، مش يقوله لا انا ولا اي حد تاني. صحيح، مفيش حد في المنظومه يقدر يقول. واحنا قلنا سلطاته الحكم، من سلطته كارت احمر. بناء على الكارت الاحمر ده بقى تحط الحاجات اللي انت عايزها. يبقى الكارت الاحمر ده لسوء السلوك والكذا ولحيثياته، لان عمل كذا وعمل 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 وعمل. ليه اديته كارت احمر بعد المباراه؟ لانه عمل كذا كذا كذا. فالكارت الاحمر بيتفصل فيه التفصيل بقى اللي عندهم في اللوائح، بيقول لك الكارت الاحمر للاساءه، الكارت الاحمر للاعتراض، الكارت الاحمر للتعدي باللفظ، للتعدي بالجزاء. يبقى كل بس اساسا لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في كارت احمر. ليه حصل كده كابتن فتحي من وجهه نظرك؟ لا انا اصحاب ليه حصل كده؟ حصل كده اللي هم اللي خدوا القرار، هم اللي يعني نسالهم السؤال ده. لا ليه من وجهه نظر كابتن فتحي؟ انا ما بخش في تعتقد ليه؟ هنخش في النفوس تعتقد ليه بجد؟ لو عمليه لا بجد عايزين نعرف يعني نحلل نقرا الكف، مش هنقرا الكف ونعرف يعني لو نقرا الكف بص شوف الكف انا ايه الكلام ده هعرف انا. بس عندك تحليل والله ورا الضحك ورا الابتسامه دي يعني والله العظيم فين؟ لا ما انا هقول عايزين نفهم مع حضرتك، لان دي علامه استفهام انت نورتنا فيها دلوقتي عليها، انه كان يجب رفع او استخدام الكارت الاحمر وهذا لم يحدث في المباراه. فانت النهارده كتبت تقرير بسرعه، ما بعد المباراه لا عملت لا اثناء ولا بعد، ما انت ما عملتش لا في وسط ولا بعد، اثناء ولا بعد، والقرار طلع بسرعه في سرعه البرق. يعني احنا مش عاوزين حتى لما بيقارنوا لعيبه تانية
اللعبة الثانية الحكم رفع كارت أحمر لهم برا وكتب، فدي عقوبة إدارية وبناء عليه بون اديته كارت أحمر لأن عمل كذا كذا كذا. هم هياخدوا التحليل ده ويفصلوه على الشروط بتاعة المسابقة، العقوبات يقول لك إيه، انت عقوبة بعد المباراة حصل كذا وكذا وكذا والحاجات دي كلها. أما الحاجات دي كلها تتقال يبقى بنقول العقوبة بتاعتها ماتشين، ثلاثة أربعة خمسة أي حاجة على حسب بقى اللايحة، على حسب اللايحة اللي عندك. لكن إزاي أنت كلايحة تروح لحاجة أو أنت الحكم صعب جدا يكتب الكلام ده من غير كارت أحمر؟ يعني حتى لو حكم كتب كده يقول له طب ما مددوش كارت احمر طبعا لازم طبعا يكون في عقوبه اداريه، لازم بالدليل ان انا قلت لك طلب منه انه يكتب، بس ما يقدرش يطلب منه يرفع كارت احمر خلاص مشي عشانه مش موجود. بس اكتب تقرير براحتك، قول اللي انت فيه وكلام ما ازاي ما هو كتب بس نسي ان هو ما هي العمليه مش مكتمله يعني انت عشان تكتمل في علامات استفهام كتيره كابتن فتحي، زي ما حضرتك بتقول يا كابتن فتحي لو انت لو انت هتكتب تقرير حصل فيه كذا السؤال هيرجع للحكم، طب لما هو حصل كذا ليه ما اشهرتش عقوبه اداريه ولو ما اشهرتش عقوبه اداريه بالتالي بتكتب ليه في التقرير طالما ما اديتوش عقوبه بالزبط. اداريه وبعدين الكارت الاحمر ده مش عقوبته ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه، لا ممكن يبقى 8 ماتشات بناء على ليه الكارت الاحمر. ايوه لو في الملعب بنقول ليه الكارت الاحمر، هيقول لك السبب 1 2 3 4 السبب كذا، انت هنا كتبت السبب من غير الكارت ما اكتملتش القضيه صحيح. يبقى اذا دي بالنسبه للشناوي. طيب وهدف ايمن اشرف بالنسبه للهدف بتاع ايمن اشرف، يعني لو استاذ برجاوي يجيبها لنا على يشوفها لنا عشان نشوفها. انا عايز بس هنطلب حاجه واحده نرجع بس الاول ورا خلينا نشوف اللاعب اللي هو بيقولوا عليه الفاول عليه. ايوه هو رقم 3 نمره 1. هل اللاعب ده شوفوا رجليه الاول، انا عايزك تركز على رجليه رجع وقت ايمن اشرف رجع اللي هو الرقم 3 رقم 2 رجليه 2 على الارض رجليه 2 على الارض، اذا رجليه 2 على الارض صحيح. هو دلوقتي بص شاف الكوره، هو هل حاول ان هو يلعب الكوره في اي اتجاه وما لعبهاش؟ لا ما عندوش محاوله، هو الراجل نمره 3 لا بدليل رجليه 2 على الارض مظبوط، ما هي اصل الكوره في الهواء مظبوط، مش هيستناها يعني قدام الجول عشان يطلع الكوره لازم يروح للكوره مظبوط. طب هو هيروح لها ازاي؟ اشمعنى ايمن هو اللي راح؟ ما بقولش على الميل، دي في حاله واحده بس بتتعمل الفاول ده، لو رحنا في وسط الملعب يا كابتن ايمن كابتن هاني وانت نطيت على مهاجم وقفزت عليه وسندت عليه او دفعته، هي الحاله دي بس اللي تبقى فاول عليك، ضربه حره مباشره تبقى عليك. ليه؟ لان انت في وسط الملعب والراجل اللي قدامك، فانت نطيت عليه وسندت عليه عشان توصل للكوره، عشان توصل للكوره عشان تلعبها. في الموقف ده غير، خلينا بقى نشوف هنا الكوره دلوقتي. هو اللاعب اصلا ما فكرش انه يلعب الكوره، وهو ما كانش شايف الكوره، بص عينيه تحت، هو مش شايف الكوره فين ولا يعني شافها ولا حاوله. عارف الكوره فين، اذا هي المفروض تتاخد. الراجل ده بيعيق ايمن اشرف يعني عشان انا احسبها لو ما جاتش جول. طب وفي لقطه تانية بص يا كابتن برضو في مدافع الرجل مرفوعه يعني برضو يعني ما حدش شافها، يعني المدافع اللي رافع رجله لغايه راس ايمن اشرف، يعني كمل الصوره كده، بص المدافع رجليه فين، بص المدافع رجلين الرجل مرفوعه في وش ايمن، وده عامل اعاقه. هو ده ما نطش، هو ما حاولش، لانه لو حاول كان هيتقدم لقدام. يعني شايف يا كابتن طبعا شايف ليه الشوز احمر ده، كان لو اتحرك شويه ناحيه خط الجول محمد مجدي لو اتحرك، بص هو اتحرك من 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 الدفعه، هو اتحرك بعد ما لعب الكوره، يعني شوف ايمن خلاص لعب الكوره وعندنا رجل المدافع ده كمان في وش ايمن. واحنا على فكره كان في حكم انجليزي شهير يعني كان قال لك ده 100% هدف، واحنا قلنا في البيت الكبير يعني الواحد من خلال خبراته احنا بنحللها يعني الراجل في اوروبا هو خدها كده على بعضها، الكره دي هدف. طب هنقول من حاجه تانية، خلينا نشوف الحكم بيعمل ايه بايديه. الحكم ما ترددش، خلينا اول ما تيجي بص بايديه بيعمل ايه، مفيش حاجه يعني شوف يعني وراح مشار جول بالظبط. اذا هو شوف المسافه،
دي 6 ياردة اللي هي 6 يارد وخد خطوة كمان واحدة بره يعني 7 يارد. السبعة ياردة دي واروح اشوف فار، لو الفار بيقول لي اقول له ما جلكش. انا على فكره يا كابتن هحييك على لقطه معينه ويا ريت تجيبه لنا تاني، ان ساعه ايمن ما راح للكوره الحكم عمل كده يعني ما فيهاش حاجه. ايوه يعني نرجع للكوره نقف بس عند هو الحكم بيشاور ما فيش حاجه يعني ما فيهاش حاجه. بص ايديه بالظبط ما فيهاش يعني حاجه وجول على طول. انا حللت لك على اللاعب الاول صح، ثم على الحكم. صحيح. الحكم بيعمل ايه؟ بيقول لك ما فيش حاجه، بيقول لك ما فيش حاجه يعني الكره دي ما فيهاش اي حاجه. ليه؟ ما حدش اجبر انه يعمل ايديه. صحيح. طيب صحيح. يبقى في الحاله دي لو الفار كلمني اقول له لا انا شايفها عاديه. انت لان انت اللي جوه الملعب ده، انت جوه شوف جوه المطبخ، شوف انت فين، وما فيش حد يعني حاجز عليك الرؤيه يعني، بنون بعيد عنه على اليمين وهو شايف الحدث كده، ما شوفش اي كاميرات. شو اتفضل على طول بدون تردد. اه ما ترددش، هو ما فكرش. صحيح. هاتها تاني الحكم، برجعوا هاتها تاني بعد اذنك، شوف الحكم، نشوف ايديه. نشوف ايديه. شوف بصوا. بيقول لي ايه؟ مفيش حاجه يعني، بيعمل بايديه الاثنين كده يعني، اذا اللعبه ما فيهاش حاجه. وبعدين نفس الايد قبل ما تنزل كان مشاور على الجول، ما فكرش. اذا مفيش جزء، مفيش حاجه جول. في فرق كان نزل ايده وفكر وشاف وشاف المساعد. ممكن تحليل تاني كابتن، هو طبعا عدم تردده في احتساب هدف مع كمان بعض الحكام اللي قالوا الهدف صحيح. قال لك زاويه رؤيه الحكم بتتحكم في الموضوع، لان زاويه رؤيه الحكم 100 زاويه 100% سليمه 100% 100% سليمه. هو بيكتب، هو بيشاور لا، يمكن يعني بيشاور لا ان الكره ما تعدتش الخط، فاللعبه مستمره. طالما اللعبه مستمره والاشاره السريعه دي بانها هدف، ده على يقين انه مفيش فاول. بيقول مفيش حاجه يعني، مفيش اي حاجه. لا هي فاول ولا اي حاجه. عايز اسالك سؤال، ثم الايد. انا قاعده مستمتعه بتحليلك، لانك فعلا دايما بتحط كده يعني ايديك على نقاط فعلا مش كتير من الناس بتاخد بالها منها. النهارده في تخبط اداري واضح جدا في يعني قرارات التحكيم. يعني حتى النهارده لما كنا بنتكلم في الانترو عن مباراه بلديه المحله وبني عبيد، اتنين راحوا، واحد لعب والتاني قالوا له روح وحق المواصلات علينا. فانت شايف ازاي كابتن فتحي موضوع التخبط ده؟ يعني قرارات التحكيم يعني ازاي ده بيحصل؟ لا هو التحكيم اولا في المباراه دي يعني مش هقول ضعف شخصيه الحكم. الكابتن فتحي انا بتكلم بشكل عام. ما انا بشكل عام ما انا برضو عايز اكملها في حاجه كمان عشان الاستوديو للمباراه النقله. كابتن كبير احمد الشناوي قال ان الهدف ده غير صحيح. اي تقريبا الوحيد اللي قال كده. ما هو ليه؟ لان ابنه هو في الفار عمرو. فابنه هو اللي طلب الحكم، وابنه هو اللي قال للحكم، وبالتالي بقى ابنه هو المسؤول. فعشان كده ما يقدرش يقول ان الكره دي جول، عشان هيبقى هو بيقول حاجه والابن بيقول حاجه تانية. فطبعا الابن الضنا يعني، صعب ان الواحد يبقى ضد ابنه بدل يعني ما يكبر ابنه يعني، مش ممكن يعني. ده احساسي. ومهما كان انا اسف يا كابتن احمد، لكن انا بقول كده دي الحقيقه، لان ابنك اتورط في ان هو ينادي للحكم، والحكم هو المسؤول انه راح للفار. كان يقول له لا، لان هو صاحب الفار ده اكن المساعد رفع الرايه، الفار دي اكن مساعد حكم وليس هو الحكم. وليس هو اللي صاحب القرار، صاحب هو المباراه بتدار بحكم واحد اللي هو في الملعب ومع الصفار. الفار عشان اسيست يعني، الفار يعني ده حاجه مساعد. فار اللي هو في اي ار اللي هو فيديو اسيستنت ريفري. الفار فيديو اسيستنت ريفري فار. زود من عمليه الجدال صح؟ ما هو طب يعني لا مش بيزود. هو في بعض الحكام اللي هم مش فاهمينها قوي او مش دارسينها قوي او مش مقدرينها قوي، هم اللي وهو اتورطوا انه جابوه، لكن هو ما كانش يروح خالص ولا يشوفها. حتى كابتن لو راح وهو على يقين ان الهدف ده صحيح، ممكن يبص ويقول الهدف صحيح بناء على قراره
وبناء على ان زاويه رؤيته، وبالتالي كان ممكن، بس هو عمل يعني عمل عنده سنه تشكيك في قراره، وهو شك في قراره. ما هو شك، انا مش واثق في قراري، يبقى ثقتي في نفسي مظبوط. وبعدين ما تاثرش بالفار من الاول، طالما انت عملت كده انت بتعمل كده مش عشان انها دخل الجول. الناس اللي بيفسروها له بيقول لك ده هو بيعمل بايديه انها ما عدتش الخط. لا ده هي يعني ما عدتش الخط، ده من بدري كانت تبقى الاشاره بدري. يعني لو جبناها هنلاقيها لازم تكون الاشاره دي بدري شويه مش ورا الجول، لان هو بيعمل كده الايد راح تروح على الجول على طول. ما عدتش ايه، فهم بيحللوها له، بس هي غلطه الحكم اكيد في ان هو قرر. يعني الحكم النهارده قرر في ضربه جزاء، قصدي في عدم احتساب هدف، وفي الشناور اربع ماتشات. يعني وغرامة مالية، الغرامة مش مهمة. يعني أنا ما بتكلمش في 10-20 ألف، دي الغرامة مقدور عليها. نتكلم على القرار كله يا كابتن فتحي. أيوة بس الغرامة مقدور عليها، لكن حرمان لاعب بأنه هو يشارك كابتن الفرقة. وبعدين ليه ما خدش أن كابتن الفرقة هو اللي راح يكلمه؟ ليه ما خدهاش بالجانب ده؟ ليه ما حللش أن أنا مش أي لاعب في الملعب، ده انا كابتن الفريق، كابتن النادي، وحق كابتن فريق النادي الاهلي رايح بيسال الحكم، بيقوله بيستفسر عن حاجه، بيكلمه مش بقله ادب ولا بانفعالات. ما راحش وقت المباراه جري وهو عشان يقول له تعالى. تاني حاجه، هل هم داخلين الشناوي جري وراه عشان يروح يكلمه، ولا تصادف دخولهم مع بعض بأمن وأمان وحاسين؟ وطبعا الناس بتوع الأمن الموجودين لو حاسين إن واحد رايح ينفعل على الحكم أو واحد داخل، لأن هم أول حاجة بيعمل حكام وهم داخلين، لو الأمن اللي حواليه حاسين إن الشناوي ده جاي منفعل أو جاي بيعمل أو جاي بيتخانق هيمنعوه. لكن ده هم بين غرف الملابس وهم داخلين في الكوريدور هناك بتاع غرف الملابس، بيخش اللعيبة مع بعض مع الحكام مع الناس دي كلها، ثم الحكم بيروح أوضة اللبس بتاعته واللعيبة بتروح كده. ده برضو من ضمن الأخطاء التنظيمية في الملاعب. إزاي الأخطاء التنظيمية في الملاعب؟ في أي مباراة بنعرفها بنفهم إحنا الناس اللي موجودين، أول حاجة الفرقتين إن لم يجد بيبقى دولت بيخش من باب وده بيخش من باب. والحكم آخر واحد يسيب الملعب. ده صحيح. مش أول واحد يسيب الملعب. الفرقتين كلهم يخرجوا وهو يخرجوا آخر واحد. وهو آخر واحد يغادر الملعب. ليه؟ لأن لو حاجة حصلت في الملعب لازم هو يكتبها. لازم يشوفها. يقول لك ما شفتهاش. طالما ساب لعيب في ظهره غلط. مظبوط. يعني المفروض إن هو ما يسيبش أي لعيبة في الملعب. أي لاعب، أي حتى لو احتياطي. تمام. اتنين ضربوا بعض او شتموا او ضربوا في الجمهور، ما احنا قلنا سلطات الحكم تبدا منين؟ من قبل غير واثناء وبعد. غير المراقب بمباراه، غير مراقب التحكيم، غير المراقب الامني وكده. اذا دخول اللعيبه دي كمان نقطه، ان مع الحارس، قصدي مع اللعيبه مع الحكام خطأ. مع بعض خطأ هذا تنظيم. خطأ تنظيمي يتحمله مين؟ يتحمله المسؤول عن تنظيم المباراه، سواء في الملعب او خارجه، او هو مش عارفين بروتوكول النظام ايه. صحيح. اللعبه الاول تخرج، طيب هنلاقي نقول ده احنا الفرقتين مفيش الا باب واحد والفرقتين هيخرجوا مع بعض. يبقى انت الفرقتين هيخرجوا مع بعض، انت كامن واقف، لان ممكن الاثنين مع بعض يخرجوا يضربوا بعض تحدث. يبقى انا لسه منفعل ونحتك، لان لسه وارد وارد. لسه الانفعالات موجوده، لكن في النهاية برضو آخر واحد في الملعب يخرج، ما يسيبش لاعب ولا يسيب بديل ولا يسيب كده حكام المباراة. احنا كابتن طب انت دخلت ازاي في وسطيهم؟ ما هو يعني ولا الشناوي راح جري لك دخل لك اوضه اللبس بتاعتك وقعد يخبط عليك افتح لي عشان عايز اقول لك كده؟ لا، اذا لازم حسن مش حسن يعني النوايا، يعني لازم الناس تقرا المشهد كامل. اتنين داخلين مع بعض فبيقول له يا كابتن في كذا كذا كذا، فالكابتن ايه مستعجل وماشي. يا عم ما تمشيش، انت المفروض تكون ورايا، تكون اخر واحد. صحيح. فالشناوي بيقول له تعالى،
هو الشناوي راح لاوضه اللبس ليه؟ الناس ما بتحللش النقطه دي. كابتن فتحي برضو بنعيد ونكرر تاني اللي احنا برضو قلناه في اول الحلقه وقلناه امبارح، ان احنا ما بننتقدش النهارده التحكيم ولا الحكام من اجل النقد وخلاص. لا لا لا، النقد من اجل التصحيح. واحنا دايما هنا، وافتكر سياسه النادي الاهلي ومن قبل ما نتولد وعلى مر العصور والتاريخ، دايما النادي الاهلي بيتعمد انه ما يهاجمش اي حكم او اي تحكيم، ودي سياسه النادي الاهلي افتكر كده يعني، اعتقد كمان انا اعتقد جازمه، بس انا بتكلم في فكره انه النهارده ده مش اول خطا يقع من التحكيم. عشان كده يمكن احنا امبارح والنهارده كنا بنطالب دايما، ويا ريتهم يكونوا سامعيننا النهارده، بفكره الحكام الدوليين اللي النهارده واحد يعني. طبعا اي حكام مش دوليين برضو احنا بنسندهم، بس النهارده ما انا بقول لك بس يعني أسف يعني بس انت النهارده بتضيع نقاط كتيره كانت المفروض يعني تحتسب لفريقك، فريق النادي الاهلي يعني. عندي فاصل نروحه طب ماشي. بعد الفاصل البيت الكبير مع الكابتن الكبير فتحي نصير. رجعنا مع حضراتكم والفقره الاخيره من البيت الكبير، منورنا الكابتن فتحي نصير. كنا بنتكلم على احداث مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي من خلال هدف ايمن اشرف، صحته او الغائه، وكمان بالنسبه للعقوبه لمحمد الشناوي، واتكلمنا بالتفصيل في كل حاجه. ومشكورا حضرتك يمكن نورت عنا على اجزاء ما كناش شايفينها. الجزء والسؤال اللي حضرتك بعد كل دوت، اعتقد اللجنه الثلاثيه قالت ان الحكم مش هو طبعا وحكم البار مش هيحكمه تاني للنادي الاهلي بدواعي الضغوط الاعلاميه، او كان في مهاجمه اعلاميه. برضو تفسر القرار ده ازاي يا كابتن؟ لا يعني ضغوط اعلاميه الاعلام هيهاجم ايه؟ طب هل هم اخطاوا ولا هم قراراتهم سليمه؟ قراراتهم سليمه ما يهمنيش حد. وبعدين بعد كده بينك وبين نفسك ما تخليهمش، انت ما تحطهمش، ما تقول ما تعلنهاش. صح. لكن انت بتعلنها لي دلوقتي يعني عشان يعني كلمه حق يراد بها باطل. ازاي؟ انت خدت العقوبه وبعدين بتدي عقوبه مثلا لحكام مش هيحكموا لك عشان تهدى عليهم وخلاص. لا، انت بتقول انه مش هيلعبوا عشان تهدي الجمهور وتهدي الاعلام وتهدي لا، هتهدينا في ايه؟ هل هم اخطاوا؟ لو اخطاوا يبقى خلاص ما اخطاوش، لكن لو اخطاوا اذا فعلا العقوبه غلط. لو ما اخطاوش انت مش هتعلن وما تقولش الكلام ده، لانك مش هتراضي الجمهور ولا تراضي ولا الاعلام ولا اي حد ولا المسؤولين ولا كده ان انت وقفتهم ليه؟ هم عملوا ايه؟ صحيح. يعني ما اخطاوش، طب انت توقف ليه؟ الا اذا كان في حاجه. العمليه كلها متلخبطه. صحيح. يعني مش متظبطه مع بعض او مش متركبه. هم نزلوا ورجله غرز زي الماشي بعربيه ونزل في الرمل وبيغرز، فمشي بدل ما ينقذ نفسه نزل في الرمل قال خلاص ده حقيقي ما بقاش قادر يطلع. فالعمليه كلها على بعض. اسئله كتيره جدا توجه لاتحاد الكوره وطبعا لجنه ثلاثيه، وتوجه لكابتن وجيه احمد طبعا رئيس لجنه التحكيم. ما هو يعني وجيه مش يعني هنقول ايه، هما ما كانش يتمنى ان حاجه زي كده تحصل، بس هما معالجتهم للمشاكل هي اللي بيسيبوا، هم بيعملوا مشاكل. صحيح. يعني هم شافوا الراجل اخطا فعلا ولغى هدف، ما جابلهمش حكايه الشناوي دي وفسرها بالطريقه اللي هي اصلا قانونا غلط ما اقدرش اوقفه، لان انت ما خدتش النظام الصح لان انا اوقع عقوبه على لاعب ارتكب خطا. هو ما فيش خطا في الامور كلها يا كابتن هاني يا سامي. احنا بنتكلم مش عشان النادي الاهلي تعادل في مباراه، لا احنا بنتكلم للمبدا العام للمستقبل للحكام. المباريات دي لصالح المسابقه كمان، الدوري طويل. صح مظبوط. والتعادل دي نتيجه من نتائج المباريات. صحيح. ومباراه من ضمن 34 مباراه يعني لسه الدوري مظبوط. فمش النادي الاهلي اللي هو هيقف على انه تعادل في مباراه ولا الكلام ده، احنا بنتكلم على لو تعادل في مباراه طبيعيه. ما احنا اتعادلنا قبل كده في مباراه وادي دجله ومفيش اي حاجه، الناس طالعه مفيش مشكله. طيب. لكن ما لا توقف حد
ولا اتلغى هدف ولا الحاجات دي كلها، دي وردة في الكورة. عندنا مباراة مهمة جدا أمام المقاولين، بيراميدز كلهم صحيح بدون الشناوي، لكن طبعا بنعول آمال طبعا كبيرة جدا على علي لطفي وعلى المواهب الكتيرة جدا في فريق النادي الأهلي، لكن شايفة المباريات دي ازاي في ظل بقى اللغط اللي حصل في المباراة من المباراة الأخيرة؟ في ظل اللغط اللي حصل احنا عندنا المقاولين، عندنا بيراميدز، عندنا سموحة وطلع الجيش، بس اعتقد دول بعد كاس العالم الأندية. لكن يعني طبعا هم دول اربع مباريات الشناوي هيغيب عنهم. يعني مش هيحسبوا ماتش كاس العالم يعني. الحمد لله. دي اللي ناقصه. ممكن يحسبوا. فالمهم لا يعني وبعدين المفروض لو هم برضه بيفكروا في حته مش تعاطف لكن بعقلانيه، لو فكروا في القرارات اللي هم بيعملوها وعارفين فرقه رايحه كاس عالم وعارفين ان فرقه راح تمثل مصر وتمثل القارة، مش مصر بس، تمثل القارة كلها في هناك. أنا في العقوبات دي مع حراس ومع حاجات زي كده أنا ما فكرش فيها، وما يعني ما اخترعش مشاكل عشان أوقف لاعب عشان يبين إن أنا جامد أقوى لاعب وكابتن النادي الأهلي، لأنه ما بصلهاش إنها واقفة لاعب عادي. لو لاعب عادي ماشي، لكن حارس مرمى، كابتن النادي الأهلي، لاعب منتخب مصر، لاعب كده عشان يبين ان انا قوي. لا مش هيدري قوه، ده انت عد فرقتك نفسيا، دورك كاتحاد عد فرقتك نفسيا، عد الفرقه دي عشان انت رايح لحاجه منافسه اكبر، مش بتمثل مصر بس، بتمثل القاره كلها. طبعا فكان لازم يبقى في فكر هنا حضاري في وده اللي خلي بالك كابتن يعني هلخص ده من خطاب النادي الاهلي اللي بعته للجنه الثلاثيه، وهو لا يخص النادي الاهلي لوحده، احنا بنخص ان المعايير تبقى واحده، وده الكلام اللي قاله خطاب النادي الاهلي، احنا نفسنا تكون المعايير واحده اللي يطبق على الجميع بشفافيه، يطبق بعداله، وما لا النادي الاهلي ما تطرقش على الحديث لنفسه، بالرغم عمره ما اتكلم عن نفسه ده، فهو دوت من اطار اولا المصلحه العامه للمسابقه كل، واطار المصلحه العامه للجنه التحكيم نفسها انها كمان تصلح من نفسها وتصلح من اخطاء الحكام، ده في اطار الاطار الصالح العام للكره المصريه. يعني ده يا كابتن هاني حتى رجعنا، معلش هطلع بره شويه كده. النادي الاهلي لما كان الدوري بعد الكورونا قالوا مش هتلعب، النادي الاهلي هو ونادي تاني بس هم اللي قالوا لا عاوزين نكمل الدوري. تقول لي طب هو بعدين عشان ياخد الدوري؟ لا، لولا النادي الاهلي كمل الدوري ما كانش مستوى الاهلي او الفريق المنافس الاثنين تفوقوا في افريقيا ووصلوا نهائي افريقيا. طب لان ده كان احسن اعداد لهم، واللي راح للكونفدراليه برضو لان المباريات اعدتهم. اذا المباريات دي، وبعدين منتخب مصر، منتخب اولمبي اعدتهم، المنتخب الاولمبي المباريات اعدتهم. اذا مش موضوع النادي الاهلي ما كانش بيتكلم على نفسه، هو بيتكلم على كل ده. اذا فات كل هذه المجموعه، اذا للصالح العام، لان الاهلي عمره ما بيتكلم باسم للنادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من انه يتكلم عن نفسه. صحيح. ان فرقته، اعداده، نفسه، اعلامه، جماهيره، كلها دي كبيره، فهو بيتكلم عن مصر. صحيح. طيب. صحيح. طبعا قرار استئناف الدوري ده اتكلمنا فيه يعني. لا ما احنا بنقارن، بنقول ان احنا هنا في الصالح العام يعني. طبعا. ان النادي الاهلي دائما وابدا بيتكلم عن الصالح العام. فات كل الانديه. وليس القرار ده فات كل الانديه كابتن فتحي. فات الكل. المقاولين وبيراميدز. فات كله. فات كل الفرق. لا الماتشين اللي جايين. نيجي للماتشين. الامور الفنيه بقى نتكلم فيها. الامور الفنيه احنا عندنا المقاولين طبعا تعثر في بدايه الدوري كتير، وبعد افريقيا، وبعدين كابتن عماد جاله كورونا، ولاعيبه جات لها كورونا، ومجموعه لعيبه من بتاع، وبعدين خسر ماتشين ثلاثه. النهارده يمكن هو كسب الاسماعيلي بهدف. يعني اولاد العم يعني بيلعبوا بعض، لكن لأول مباراة يكسبها فهو دي هتديله دافع شوية إنه عاوز يبقى داخل بمعنويات أعلى وبتركيز أعلى، وخصوصا بيلاعب النادي الأهلي. طب ده قصة لوحدها، مفيش نادي فيك يا مصر بيلاعب النادي الأهلي وهو في حالة استرخاء أو في حالة عدم التركيز. صحيح. سواء المدرب أو الإدارة أو اللاعب، يعني حتى المدرب بيبقى اسهل له، اسهل ماتش انه يرفع معنويات لعيبته، اسهل ماتش هو صح. لما بيلعب الاهلي.
ليه؟ لان اوتوماتيك اللعيبه من نفسها كلها مجهزه نفسها ومظبطه نفسها حافز. عندها الحافز ليه؟ عشان تعرض نفسها في المعرض الكبير، المعرض الكبير اللي بيشوفوه الملايين. وده اللي محمد يوسف عمله لما دفع بخمسه لعيبه في الدفاع صح؟ في المباراه الاخيره. يعني هو طبعا كابت محمد يوسف المباراه من 75 ل 80% استحواذ النادي الاهلي ل 20 و25% استحواذ يعني مش كوره يعني في عرف كره القدم دي مش كوره يعني لو نقول لهم ما فكرش لعيب يروح ناحيه الشناوي لا ما فيش هي تسديده واحده على المرمى مش في المرمى يعني في جانب ده الاستاتيك بتتكلم على 11 فرصه تهديف للنادي الاهلي مقابل فرصه واحده لل يعني للبنك الاهلي لكن هو طلع باللي هو عايزه يعني ليست كره سهل جدا تدافع صعب جدا تهاجم فرقه بتدافع لان اللي بيدافع ده بدون تركيز ان هو يشيل الكره في نص ملعب الخصم بس مطلوب منه انت توقف الكره اي كره تلاقيها هنا وديها الناحيه الثانيه ما تلعبهاش ما تخليهاش ترد عليك ثاني فخلاص سهل اللعب اما لعيبه النادي الاهلي في هذا التمركز ما مش هيشيل اللعبه ويطلعها بره واقفين مش عايزين يطلعوا فاذا وضع طبيعي انك ممكن تقابل فرق زي كده. طب كابتن ايه الحاجات اللي حضرتك شفتها سلبيه في مباراه البنك الاهلي وشايف انها لازم تتعالج في مباراه المقاولين ليه على الاقل انك الفرص اللي بتجيبها او الفرص اللي بتخلقها يعني تبصر عن هدف؟ شفنا كابتن هاني وانت مريت بالتجارب دي كتير سهم ان لما تكون فرقه متكتله وهتتكتل ومش دي اول فرقه ده هيكرر الموقف ده تاني الحلول السحريه التسديد من البدايه من خارج ال 18 ده اساسي يبقى لابد عندي لعيبه تسدد ويعني اوجد فرص واصنع فرص للتسديد للعيبه اللي عندي بتسدد لان الكره دي لا اما هتروح على الجول على طول مباشره او هتضرب في واحد ويخش جول او هتعمل مشكله او ترتد واحد تاني يحطها او الاختراق بمهاره لعيبه عندي لعيبه مهاراتهم عاليه جدا اذا ان انا هخترق هخش المنطقه هتحسب لي واحده مش هتحسب لي اتنين في ضربات الجزاء او الضربات الحره المباشره زائد اللعب على الاجنحه والاطراف بشرط يكون عندي ناس ازاي تستقبل الكوره بضربات الراس والانطلاق ناحيه الهجوم احنا يعني مفيش في كره القدم في التكتل ده اللي احنا شفناه ترسانه اسلحه غابه من السيقان سيقان داخله جنب بعضها لو تشوف كل واحد رجلين صحيح. في 10 12 دخلت لك 22 رجل طبعا زحمه اذا من الزحمه دي والزخم الدفاعي ده كله محتاج التسديد مهم مش هيطلعوا لك مفيش حد بيجي لك فانت تشوط او ان انت تخترق انت تروح لهم هم هيوقفوك ازاي لو انت لازم هيعملوا فاول خلاص فاول ليه مر بره الخط ضربه حره مباشره جوه الخط ضربه جزاء الكرات الثابته برضه او ما هي دي هتوجد لك ده هتزود الكرات الثابته او اللعب على الاجنحه وان انا برفع بس بشرط ان يكون في حد بيروح بيلعب وكمان مهم جدا يا كابتن كمان لما بتوصل للاجنحه لازم يعني لازم يكون التركيز الاوفرات تبقى مناسبه جدا على اساس للعيبتي يعني احنا شفنا بصراحه كذا بنوصل الشحات وصل كتير قوي لكن الدقه بدون تركيز الدقه مش موجوده دقه التمرير صحيح وكان في سربعه شويه استعجال الاستعجال ده كان بيخلي عدم التركيز غير موجود لانك انت لما تكون مستعجل ما بتركزش انت لو في البيت ونازل وجاي الاستوديو ومستعجل ممكن تنسى حاجه صحيح تنسى موبايل تنسى او تغير طريقه لعبك بقى انت بتلجا بقى للكور الطويله بتلجا لاسلوب لعب مش بتاعك لا مالكش يعني ما دي يعني حاجه الفرق الضعيفه او الفكره يعمل البالونات مش هتعمل بالونات صحيح هو برضه يتحسب له مثلا لما طلع محمد هاني ولعب الشحات ورا وما لعبش الشحات ورا الناس فاهمه انه بتلعب الشحات بقى ما بيلعبوش هو اصلا ما فيش مهاجم عشان يلعب ما كانش عليه وينج شمال يعني فبيزود عدد المهاجمين الناس فاهمه انه لعب الشحات يا عم ما لعبش الشحات بقى ده هو الشحات اصلا خلاه بس ناحيه اليمين برضه نفس الحكايه يبقى كقوه دفع لعب بخمسه سته كلهم مهاجمين صحيح مفيش واحد بيسدد صحيح يعني هما موجودين بس العلاج ايه؟ ده عملوا زحمه زياده اكتر ايوه يعني العلاج انك تسدد صحيح 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 احنا بنشكرك يا كابتن فتحي فعلا دايما يعني كده بتنور لنا حاجات غايبه
الله والله العظيم. الله يخليك سام. أنا مبسوطة جدا. شكرا شكرا ليك طبعا كابتن فتحي نصير، طبعا تاريخ كبير ودايما بنستفيد وسعداء انك حضرتك موجود معانا دايما في البيت الكبير، وان شاء الله على لقاءات. انا اللي بسعد ان شاء الله لقاءات اخرى ربنا يخليك، وان شاء الله في الاحداث دي وربنا يوفقنا ان شاء الله في المباراة القادمة ان شاء الله. كابتن احنا عندنا ثقة في لاعبتنا وعندنا ثقة في الجهاز الفني، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. دي كانت طبعا نهاية حلقتنا النهاردة في البيت الكبير، وكانت يعني نهاية سعيدة مع الكابتن فتحي النصير اللي أسعدنا بوجوده، وإن شاء الله بكرة معادنا وحلقة جديدة من 10 لـ1 في البيت الكبير. تصبحوا على خير.